اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. النهارده معانا حلقه مميزه جدا، بسعد بوجود صحبه من زملائي الاعزاء سواء كان محمد سعيد، عمر ربيع، ياسين، او طبعا الفقره الخاصه المهمه جدا خاصه لائحه النادي الاهلي بيعملها زميلنا الاستاذ شريف فؤاد. النهارده هتبقى فقرات مميزه جدا، وهيبقى عندنا النهارده كلام مهم جدا في الاهلي ليله. لكن خلوني الاول ارحب بزميلي محمد سعيد. مساء الفل يا حماد. مساء الخير زميلي العزيز ايهاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في برنامج الاهلي ليله. النهارده طبعا عندنا تفاصيل كثيره جدا وموضوعات حيويه، الفقره العالميه ومباريات الدوريات الاوروبيه، لائحه النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وعندنا مباراه الاهلي والانتاج الحربي غدا. كل هذه التفاصيل والاحداث في هذه الفقره في هذا البرنامج، تفاصيل مهمه جدا 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 لكل جمهور النادي الاهلي زميل ايهاب. محمد اكيد مباراه الغد مهمه جدا، مباراه الاهلي والانتاج ان شاء الله هتكون في تمام التاسعه مساء. هنشوف مباراه مختلفه بكره لان هيكون فيها جمهور النادي الاهلي، السماح ب 5000 متفرج، 3 لصاحب الارض و1000 ونص لطلاب الجامعات و500 للفريق المنافس. دي حاجه كويسه يا محمد، وان الجمهور يرجع تاني ونشوفه في الملاعب. ودايما رسالتنا للجمهور هتخش 10 وهتشجع والدنيا هتبقى حلوه، هنبقى 20، هتخش 20 والدنيا تحلو هنبقى 50 وهكذا يا محمد. ده حقيقي بالفعل زميلي ايهاب، يعني الشيء الايجابي والجيد في هذه المسابقه السنه دي عوده الجمهور، حتى لو بالشكل او الطريقه اللي احنا ممكن لسه منتظرين افضل منها خلال الفتره القادمه، لكن هي بدايه جيده، لان الجمهور عاد خلال الفتره الماضيه في المباريات الافريقيه للانديه المصريه وتحديدا مباريات النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، عاد ايضا في مباراه منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم والمدرج والكاليستات كان كامل العدد، لكن كان يتبقى فقط المباريات المحليه. كاس مصر العام الماضي الفاينل مباراه الزمالك وسموحه كان بحضور جماهير، لكن مباريات الدوري منذ سنوات طويله وشاءت الاقدار كانت اخر مباراه بحضور الجمهور كانت مباراه الزمالك وانبي، واليوم اول مباراه بحضور الجمهور بعد هذه الفتره الطويله ايضا مباراه الزمالك وانبي. لكن نتمنى خلال الفتره القادمه ان شاء الله الجمهور يضرب المثل ويكون عنده احقيه بالفعل ان يحضر زي ما جمهور الاهلي ضرب المثل في كل المباريات الافريقيه، وقال ان عندي احقيه ان احضر كل مباريات النادي الاهلي وكل المباريات بحضور جماهير خلال الفتره القادمه، لان بالتاكيد حضور الجماهير هيفيد اللعيبه وهيفيد كل المنظومه الرياضيه، لان انت اكنك بالظبط متواجد على مسرح، مسرح بدون جمهور اكنك ما عملتش حاجه، فبالتالي اللعيبه في الملعب لما تحس بوجود 5000 او 7000 او 10000 قدر الامكان هتحس شويه شويه ان المنظومه الرياضيه بتعود شويه شويه. اكيد يا محمد، وفي برضه بشرى ساره جدا، النهارده كان في الاجتماع الامني لمباراه مصر والنيجر ان شاء الله يوم السبت المقبل على استاد برج العرب. 40000 مشجع، 40000 مشجع، ودي طفره كبيره يا محمد جدا في الفتره اللي جايه لما بنقول ان الجمهور هيبدا يدخل. كنا بنتكلم بالعافيه في 15000 وفي 10000 وفي 20000 وفي 25، النهارده لما تبقى البدايه في مباراه النيجر 40000، ان شاء الله المباريات اللي بعد كده في التصفيات نقدر نقول 60، وبعد كده نقول السعه الكامله للاستاد 80، وتبقى الامور افضل. لان زي ما بقول لك يا محمد، هو المشجع انت بتخش تعمل ايه وبتطلب ايه، وهو ده اللي هنبدا يخلينا الفتره الجايه والمرحله الجايه نبدا اكتر واكتر. لكن جهود كبيره جدا لعوده الجماهير، السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الشباب والرياضه، دي كانت تعليمات صريحه من اول 9، جمهور راجع النهارده مباراه الزمالك وانبي، بكره الاهلي والانتاج، يعني بنتكلم يوم السبت الجاي 40000 مشجع يا محمد، ودي حاجه ممتازه جدا، واتمنى ان الجماهير تستثمر ده حقيقي. يعني اشهر خلال الفتره القادمه باذن الله ان الجمهور هيكون له دور كبير جدا في تنفيذ هذا القرار بشكل عملي وبشكل فعلي على كل ملاعب الانديه المصريه في الفتره القادمه. عوده الجماهير ليست فقط للعيبه او الاجهزه الفنيه، عوده الجماهير هو رواج جيد للوسط الرياضي بشكل عام، هيفرق كتير جدا في التغطيه الصحفيه، في التغطيه الاعلاميه، في صوره المسابقه المصريه وكره القدم المصريه امام دول العالم بشكل عام ودول الخليج العربي. لو بنقارن بين مباريات الدوري المصري والدوريات الاخرى سواء الدوري المغربي او الدوري السعودي، عندنا القدره الفنيه داخل الملعب بنشوف مباريات قويه جدا، لكن كان يتبقى بالنسبه لنا عوده الجماهير. الجماهير خلال الفتره القادمه ان شاء الله هتكون عنده حسن
حسن ظن المسؤولين بتنفيذ كل هذه الاشتراطات لعودة الجماهير بشكل جيد، ويكون المسألة بإذن الله تدريجية بدءا من مباريات الدوري في هذا الأسبوع، الأسبوع الخامس من مسابقة هذا الموسم، وحتى إن شاء الله نهاية هذا الدوري نصل إلى ملاعب كاملة العدد بإذن الله، ويكون استاد القاهرة واستاد برج العرب وكل الملاعب بإذن الله، خاصة الأندية الجماهيرية، لأن الأندية الجماهيرية تحتاج جماهيرها بشكل كبير، وعندما يعود جمهور النادي الأهلي إلى الملاعب تختلف الصورة تماما سواء في المسابقة أو حتى في المنافسة. مظبوط يا محمد، لكن أكيد بقى عايزين نعرف عندنا إيه النهاردة. النهاردة حلقة دسمة كالعادة، عندنا تفاصيل كثيرة جدا، ما بين أن أنت كمان بتوعي الجمهور وبتوعي الأجهزة الفنية وبتعرف الجميع في الوسط الرياضي دور الهيئة المصرية لمكافحة المنشطات. الفقرة الأولى فقرة مهمة جدا معاك زميلي إيهاب مع دكتور أسامة غنيم رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، وهذا الأمر أمر هام وحيوي جدا، مهم جدا في الوسط الرياضي يكون عنده دراية بهذا الأمر، وهل مصر بإذن الله خلال الفترة القادمة هيكون عندها قدرة أن تفتح أو يكون عندها معمل للكشف عن المنشطات؟ ده أمر مهم جدا وهيكون في الفقرة الأولى الحوارية معاك. ثم الفقرة الثانية عندنا فقرة الجمهور، وبنتكلم فيها عن الجمهور ازاي بيستقبل فكرة عودته الى الملاعب خلال الفترة القادمة، رأي الجمهور، تقرير صوتي عن عودة الجمهور، رأي الصحافة والإعلام، ورأي الجمهور ذاته في ان ازاي هيرجع للملاعب في الفترة القادمة. ثم الفقرة الثالثة والهامة جدا واللي بالتأكيد خلال الفترة الحالية فقرة ثابتة مع الإعلامي القدير الأستاذ شريف فؤاد، وهيكون في ضيافته دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للحديث عن لائحة النادي الأهلي ودستور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، في ظل أن خلاص خلال الساعات القليلة الماضية تم تدشين وتوزيع النسخ الرسمية من لائحة النادي الأهلي لعرضها على الجمعية العمومية قبل مناقشتها واعتمادها بشكل رسمي بإذن الله في 28 من شهر سبتمبر الجاري. ثم الختام مع الزميل عمر ربيع ياسين، والنهاردة اليوم السبت الممتاز في الدوريات الأوروبية، مباراة ليفربول صباح اليوم بالفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وأيضا عندنا تفاصيل جدا كثيرة تتعلق به محمد صلاح والدوريات الأوروبية، الدوري الأسباني والدوري الإيطالي، ومباريات كثيرة جدا في الدوريات الأوروبية. زميلي إيهاب كده محمد، كلام مميز جدا وحلقة تكون مميزة، لكن هنسيب الكلام بقى على محمد صلاح لزميلنا عمر ربيع ياسين، رغم ان لازم نقول ان يا جماعة محمد صلاح بيتعرض لضغوط كبيرة جدا. محمد صلاح واضح جدا مباراة النهاردة امام ليستر سيتي مش هو محمد صلاح، بيضيع واحدة في اول المباراة، الامور مش ماشية معاه بالشكل المطلوب، بيتغير في الدقيقة 71 وبينزل مكانه شاكيري، علامات خطر كبيرة جدا على محمد صلاح والستايل اللي بدأ يظهر بيه من الضغوط الكبيرة، بعد ما طبعا هو واحد من أقوى اللعيبة اللي على مستوى العالم، واللي مرشح اللي كان مرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وقصة الحراسة الشخصية وكلام كتير. خلينا نقول لكم للنهاردة وكيله أرسل خطاب آخر لاتحاد الكرة في نفس الطلبات، ولكن بعيد بقى عن الحاجات اللي كان فيها مشاكل أو عن اللهجة اتحاد الكرة، بيقول كل طلبات صلاح أوامر زي ما قلت لكم لو فاكرين بقى، وكنا سابقين الحلقة اللي فاتت إلا الحقوق الإعلانية هنقعد ونتكلم فيها، وده حق الجميع على فكرة. وعمر ربيع ياسين كمان هيقول لكم إن كريستيانو رونالدو طالب ثلاث حراس شخصيين زيادة في اليوفي مع الاثنين اللي معاه عشان يبقوا خمسة، ومش طبعا هنسيب بقية الكلام لعمر ربيع يا محمد، وارجع لك عشان تقول لنا عندنا إيه من المزيد. بالفعل برضه زميلي إيهاب، وانت بتتكلم على موضوع محمد صلاح والتفاصيل الكثيرة خلال الفترة الحالية، بالتأكيد حدث مهم جدا موضوع محمد صلاح وأثار العديد في الوسط الرياضي، لكن النهاردة حتى وإحنا بنناقش وبنتابع هذه الفقرة العالمية اللي هيقدمها لنا زميلنا عمر ربيع ياسين، النهاردة حتى تغيير صلاح في الدقيقة 70 في مباراة اليوم، كل هذه العوامل بتوضح إن مسألة التركيز واضحة كتير جدا على النجم الكبير محمد صلاح في الفترة الحالية. لكن في هذه اللحظة نخرج إلى فاصل، ثم بعد الفاصل الزميل إيهاب الخطيب وفي ضيافته دكتور أسامة غنيم رئيس مكافحة المنشطات بمصر. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي الليله. اولى فقراتنا الحواريه فقره مهمه جدا، فقره بتمثل ليا شخصيا كواحد من المنتمين للوسط الرياضي، تقدر تقول العمود الفقري، تقدر تقول الجندي المجهول، تقدر تقول الاساس في اي حاجه، تقدر تقول بعد مش مدينه الاهتمام الكبير رغم الفتره اللي فاتت دي في اهتمام اعلامي بشكل ملحوظ. الجزء اللي هنتكلم فيه في الرياضة بدون ما الرياضي واللاعب ولي الأمر والأسرة والناشئ
يبقى عنده وعي بيه عمره ما يبقى رياضي، ولا عمره يمارس رياضة، ولا عمره يلعب رياضة. لأن النهاردة في رياضيين كتير جدا بيخش سوبر ماركت بيشتري شوكليت كده ولا بونبون ولا أي حاجة ومبسوط، العب، خش اعمل اختبار منشطات، وقعت في الحظر. عندك تعبان وبتاخد علاج بتتعالج من حاجة عندك لكن مش تحت إشراف طب معين وما عندكش الثقافة دي، ممكن ما تكملش رياضة تانية طول حياتك وتتوقف، يبقى عندك فضيحة ومشكلة كبيرة جدا. عشان كده بنلقي الضوء النهاردة على حوار مهم جدا، قصة المنشطات عايزين نفهمها، وقصة العرض المرضي، وقصص كتير جدا لازم تكون موجودة في ثقافتنا، ثقافة أولادنا والرياضيين والأسر. عشان كده النهاردة معانا الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. نورنا يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أخبار حضرتك إيه؟ والله كله تمام. أخبار المنشطات على حسك إيه؟ لا مكافحة المنشطات مش المنشطات. لا أنا قصدي طبعا كده. أنا عارف. لا هي الاسم الدارج بتاعها المنشطات الحقيقة يعني، ومع إن كلمة منشطات دي في حد ذاتها مش صح، هي اسمها المواد المحظورة في عالم الرياضة، ما هياش المنشط، لأن دائما وأبدا كلمة منشط اللي هو بيزيد الإيه الأداء الرياضي كويس. ولكن في ماده مثلا زي ماده اللازكس اللي هي بتنزل الميه ملهاش تاثير على زياده الاداء الرياضي، ولكنها داخله من ضمن المواد المحظوره عندنا في عالم الرياضه. جميل. لانها بتخفي هرمونات، وبالتالي احنا كلمه منشطات في حد ذاتها مش صح، ولكن هو الصح هو المواد المحظوره في عالم الرياضه، ولكن سيبنا نطلق عليها كلمه منشطات. طيب هل في منشط او منشطات مقررين ياخدوها وامنه، ولا يبتعدوا عن هذه القصه؟ كلمة مدام حضرتك قلت منشطات فيبقى غير مسموح بيها بالمرة. ليه؟ لأن بعض الأسئلة تقول لك إيه، هل في منشط مسموح بيه ومنشط غير مسموح بالزبط. بيه؟ لا، مدام كلمة منشط فهو غير مسموح بالمرة، لكن في مواد طبيعية مسموح بيها، عسل النحل، حبوب اللقاح، غذاء ملكات النحل، جنين القمح، الشوفان، الجينسينج، كل دي حاجات طبيعيه ومسموح بيها وملهاش اي اضرار، ولكن لها دور كبير جدا ولها تاثير كويس قوي على الرياضي. ودي للاسف الرياضيين المصريين ما بيحاولوش يقربوا منها، لان الكونسبت او الاعتقاد اللي موجود عند الرياضي المصري والمدرب ان انا لازم ادي مكمل غذائي. والمكمل الغذائي زي ما حضرتك عارف بيبقى ملوث بهرمون التستوستيرون، وبالتالي بتحلل الرياضي تطلع العينه ايجابيه وياخد ايقاف 4 سنين. وبيرجع طبعا الرياضي بيحلف ان هو ما خدش هرمون، هو فعلا ما خدش هرمون، ولكن اخذ مكمل غذائي زي ما حضرتك بتقول، تخش سوبر ماركت او تخش كذا، هي موجود في كل مكان العبوات دي. ياخدها وياخد منها الكميه اللي هو عاوزها كبروتين او امينو او كرياتين، ولكن في النهايه للاسف نصل الى النتيجه المفزعه اللي هي ايه؟ ان هو اخذ هرمون تستوستيرون وتم ايقافه 4 سنوات. يعني اي رياضي يعتمد على التدريب الطبيعي فقط؟ اكيد اكيد، لان لا يمكن حيصل الى الشكل الهلامي بتاع كمال الاجسام ده بدون هرمون. ولكن التدريب، بص احنا في حته دائما كلنا بنفتقدها وهي الصبر. المدرب دايما عجول عايز باسرع ما يمكن يربي عضلات ويعلي قوه الرياضي، واخد بالك، ويزود الاحتراف اسرع. واللاعب نفس الحكايه، ما خد بالك طول ما بقيت انت النهارده في عالم الاحتراف، اصبح النهارده المال والاحتراف هم اللي بيحركوا كل حاجه. مزبوط. وبالتالي الرياضي النهارده محتاج ان هو باسرع ما يمكن عايز يعلى، فمحتاج ان هو ياخد منشطات. مع ان لما تيجي النهارده تشوف واحده زي شيرابوفا النهارده نمبر 1 في العالم، كانت لما اتجهت الى المنشطات ايه اللي حصل لها؟ رجعت لاخر الصف وبدات تاخد صف تاني من الاخر الى الاول. ولسه طبعا هي ما وصلتش للمرحله اللي كانت فيها قبل ايقافها. يعني برضه عدد من نجوم العالمين بيقعوا في نفس الغلطه. اكيد اكيد. الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات اللي هي اختصارها كلمه وادا، ما بتفرقش بين لا لاعب عالمي ولا لاعب مغمور، طبعاً. لا لاعب كبير ولا لاعب صغير، ولا لاعب في نادي كبير قوي اسمه كبير ولا لاعب في نادي صغير، ولا في دولة ودولة، ولا سوي ولا معاق. الحقيقة الكل متساوي أمام الدستور أو القانون الدولي أو الكود الدولي بتاع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. عندنا الدكتور راني علواني طبعا عضو في الوادي، طبعا فطبعا دي حاجة مهمة جدا، وابتدى يبقى فيه اهتمام كبير جدا في الرياضة المصرية بالجزئية دي. طيب أنا النهاردة كمشاهد قاعد قدام برنامج الأهلي الليلة، لما أجي أقول له المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيه دورها؟ أولاً الدور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دورين، الدور الأول هو دور توعوي تعليمي تثقيفي، والدور الآخر هو دور رقابي. يعني الأول نشوف الحتة التوعية والتعليم والتثقيف. وجودي النهاردة مع حضرتك هنا ده نوع من التوعية، إحنا بنوصل معلومة للرياضي وللمدرب والأهل الرياضي. خد بالك انا يهمني النهارده ان يبقى قاعد يتفرج علينا النهارده ولي امر لاعب، لانه هيبقى منزعج اكتر من ابنه فهيخاف عليه. لما نيجي النهارده نعرف مثلا في السباحه، اولياء الامور هي اللي بتدي المنشطات لاولادها. ليه؟ لانه عايزه يكسب
وبالتالي ياخد الحافز الرياضي عشان يخش الجامعه. الحقيقه الحته دي يعني عملنا قلق غير عادي، وابتدينا نتكلم مع اولياء الامور وننزل لهم نقعد معاهم، ولكن برنامج زي برنامج حضرتك النهارده بيتفرج عليه ملايين من الناس ومن ضمنهم اولياء امور رياضيين، فممكن النهارده المعلومه تصل له بشكل او باخر، زي ما حصل ان ولية امر كانت بتشوفني احد البرامج التلفزيونيه وسمعتني وانا بتكلم على الانسولين، راح متصل بيا ما اعرفش جاب رقم تليفون منين، قالت لي انا ابني بياخد انسولين ورياضي واول مره اعرف ان الانسولين ممنوع وبالتالي لازم يتعمل له عذر مرضي. فاذا الجزء التعليمي والتثقيفي والتوعوي ده جزء كبير قوي بالنسبه لعملنا. كويس. الجزء الاخر هو الجزء الرقابي. احنا بنعتبر حراس العداله الرياضيه بالنسبه لمصر، وبالتالي لازم ان احنا نحافظ مهما وصلنا معلومات ومهما قلنا تثقيف وتوعيه برضه اللاعب هياخد، لكن لما تيجي عينه او اثنين او ثلاثه تبقى ايجابي الكل هيبدا يخاف طبعا ويمتنع عن تعاطي المنشطات. وخصوصا ان الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات ورانا باستمرار بتحاسبنا احنا كمنظمه مصريه، وبالتالي انا مطلوب مني ان النهارده احاسب كل الاتحادات وكل الهيئات الرياضيه الموجوده في مصر طبقا للكود الدولي، لان احنا ملتزمين بالكود الدولي. كويس. ابدا بقى واحده واحده. لو بيشوفنا ولي امر النهارده وحضرتك عايز تدي له مجموعه من النصايح تقول له يعمل ايه مع ابنه اللي بيلعب رياضه؟ اول حاجه الابتعاد تماما عن المكملات الغذائيه. المكمل الغذائي النهارده هو صداع في راس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات وفي راس الرياضي المصري. المكمل الغذائي مصنع في مصنع محترم جدا في امريكا، ولكن له مشكلته اثناء تخزينه داخل الجسم على الكبد وعلى القلب، اثناء خروجه على الكلى. مصنع بشكل نظيف قوي ولكن تم تلويثه بهرمون التستوستيرون، لانك مهما اعطيت بروتين او امينو او كرياتين للرياضي مش هيديله العضله اللي هو عايزها زي ما بيشوفها في الجيم او النادي الصحي، فبالتالي بيتم تلويثه وما بيتكتبش على الليبل او الغلاف من بره ان ده تم ايه وضع طبعا هرمون تستوستيرون. النوع الثالث وده اللي بيتعمل تحت السلم زي ما حصل في شهر نوفمبر السنه اللي فاتت لما المباحث مسكت مصنع كامل بيحط بودر سيراميك. دي ازمه بقى كبيره، دي وضع تاني، ده دمار للصحه بالظبط كده. لا، وهو نفس الامينو لو ما بيبقى فيه هرمون تستوستيرون نهايته بيؤدي الى عقم وبيؤدي الى عجز جنسي ويؤدي الى سرطان، فبرضه ده دمار للصحه. فدي اول حاجه. الطبيعي اللي متصنع في امريكا والاف دي اي هي اللي بعت هذا الكلام وقالت للوكاله الدوليه ان في 16% من العبوات اللي موجوده في العالم فيها هرمون. حضرتك تضمن منين ان العبوه دي بره 16%؟ ما تضمنهاش. حاليا دلوقتي عدد كبير جدا من الحالات اللي موجوده عندنا طلعت ايجابي بهرمون التستوستيرون كلها لما تسال اللاعب يقول لك انا كنت باخد الماده الفلانيه. اسمه مكمل غذائي واصبح منتشر بين الرياضيين المصريين. تقدر تقول نسبه عن الرياضيين المصريين وجود منشطات فيها من غير ما نذكر اي حاجه؟ نقول نسبه. لا، احنا عندنا 17 واحد خدناهم من 1000. يعملوا قد ايه؟ يعملوا حوالي 1.7. هي دي النسبه الموجوده حاليا في 2018. قلت وحاجه كويسه. طبعا دي حاجه كويسه. قلت كتير قوي. كتير. وبعدين في نفس الوقت احنا نشاطنا بقى ملحوظ النهارده وتواجدنا النهارده في مسابقات كتيره جدا، ممكن تبص تلاقي ان السكور شيت اتغير واحنا واقفين. يعني بمجرد ان تظهر التيشيرتات مكتوب عليها المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات تبص تلاقي السكور شيت على طول يقول لك اصل ده جاله اسهال وهرب، ده اصل ده عيان، ده جاله لوز، ده جاله سخن. فيبدا بقى كل اللي عامل حسابه. خطيرة جدا جدا. ليه بقى؟ جداً. لان ده كده معناه ان اللاعب اللي واخد منشط واخد بعلم الاداره بتاعته او الجهاز بتاعه. لا، ممكن برضه عشان ما نظلمش واخد بالك واضحه يعني. لا معلش، هو بيجي يقول ايه؟ انا تعبت. انا ولا اللاعب نفسه اللي بيقول للجهاز كده؟ اللاعب بيقول، واخد بال حضرتك؟ في الحاله دي هو بيهرب. اولياء الامور بقى للولاد اللي تحتيهم بيعملوا ايه؟ بيجوا كلهم يشكرونا. قال لك انتوا فتحتوا لنا الباب ان ولادنا تبدا ترتقي وتاخد ميداليات، تاخد مراكز اماميه، لان قبل كده ما كانوش بيقدروا يتساووا مع اللاعب المتنشط. طبعا. فالحقيقه دي حقيقه. يعني لعبه زي السباحه مثلا نسبه كبيره جدا من الرياضيين فيها، كل واحد بيقول ان ده واخد منشطات وده واخد منشطات وده واخد منشطات. ليه؟ لان عمليه الاعياء اللي بتحصل للرياضي بعد ما بيطلع من حمام السباحه، واحد بيتمرن من 5 الصبح ل 7 بالليل، ما بياكلش ما بيشربش، لازم يجيله اعياء. فولي امر اللاعب الاخر يقول لك ده اخر منشط. احنا خدنا 125 عينه في السباحه طلعت فيهم عينه واحده ايجابي. اذا الكلام اللي هو داير بالاهالي طبعا مش صح. طبعا احنا متواجدين وفي كل الالعاب. وبرضه عشان عايز اقول لحضرتك ان الولاد اللي بتهرب في السكور شيت في لعبه ما ده ما بيهربش مننا، لان بيهرب مؤقتا بس. لا، هو احنا بنروح نجيبه بحته حاجه ثانيه، لان احنا عندنا حاجه اسمها لجنه التقصي او لجنه التحريات، وعن طريقها بنقدر نعرف دول متجمعين فين او معسكراتهم فين او عناوين البيت نفسه فين. وبنروح ناخد منه عينه تاني، واذا كان هو كان متنشط فبتطلع عينته ايجابي. بيبان. طبعا، لان في عندنا مواد محظوره بتقعد في الجسم 9 شهور.
وفي مواد بتقعد 5 أيام، فأنت عندك من 5 أيام ل9 شهور، فبيبان بعد. في وسط الكلام والرؤية المتغيرة اللي حضرتك بتتكلم فيها وحاجة مميزة جدا، لكن أنا من 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 صميم عملي ومن شغلي أنا بقول لحضرتك على الهوا أهو إن في عدد كتير جدا من لعيبة كرة القدم اللي في من غير ما تقول اسم المادة. لا ما أنا هقول في القسم الثاني وفي القسم الثالث وفي القسم الأول بياخدوا ترامادول، والترامادول ده محظور جنائيا ولكن طبيا مش محظور. لا لكن تبع الوادة مش محظور. ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه. دي السنة الخامسة على التوالي إحنا بنحاول مع الوكالة الدولية إن إحنا ندرجه في قائمة المحظورات، ولكن كان الحقيقة الرد بيجي لنا واحد. هذه المادة بين كيلر، ده قاتل للألم في حالات السرطان. فإذا كنت أنت بتسيء استخدامه كدولة ده شيء يرجع أنت لك للغلط فيه، ولكن في العالم كله يعني مثلا إحنا لما اتصلنا بمعمل سولت ليك في أمريكا واخد 20 ألف عينة في سنة 2016 عنده 8 حالات فيها ترامادول. وبالتالي ما بقاصبحتش بالنسبة له رقم. بالنسبة لنا احنا في رقم، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة، هو الرقم الحقيقي احنا مش هنقدر نوصل له. ليه؟ لان احنا ما فيش تحت ايدينا اي وثائق او اي تحليلات تقول كام واحد من الرياضيين. يعني حضرتك وانت بتحلل الرياضيين لا ما اقدرش، ما يطلعش عندي ترامادول. يعني لو لاعب بياخد ترامادول ما يطلعش عندك؟ ما يطلعش. طب كل الناس اللي بتسمعنا تقول لك هنفضل ناخد بقى. لا ما هي هنا بقى ترجع لمين بقى؟ لغاية لما يدرك. لما يدرك. أي. طب ليه ما يبقاش في آلية مثلا حتى لو مش بيتجرم يبقى انا بعمل عليه اكس، انت عندك حاجه كذا لازم تبطلها من باب النصيحه؟ هقول لك على حاجه، انا اتكلمت مع عدد من المديرين الفنيين في بعض الانديه، قلت له انت تعلم مين هم الرياضيين اللي بياخدوا ترامادول؟ قال لي اه. قلت له ايه الدور التربوي اللي انت اتخذته معاه؟ قال لي ولا حاجه. طبعا مع انه هو كان المفروض ان اول واحد يتخذ قرار تربوي هو المدير الفني، وخصوصا ان في واحد من المدربين الكبار قوي او المدربين الفنيين الكبار اللي كان مدير فني لفرقتين كبار في مصر في سنه ما اللي فاتوا دولت، وقال انا عارف مين ومين ومين ومين. ما كانش صح ان هو يطلع في الاعلام يقول هذا الكلام كويس. لانك انت ما خدتش اي قرار معاه كويس. ده موقفه هو السلبي. انما هو لما طلع قال كده ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت. مفيش حاجه اتغيرت لان هو ما قالش اسماء. والترامادول موجود في كل حته. وبالتالي لازم موقف ولازم، لان طبعا الواده شايفه ان دي حاله خاصه. وبيستغربوا على الحاجات اللي عندنا بالزبط. احنا لان احنا بنبتكر حاجات بالزبط. السلبيات بالزبط. بشكل يعني مش قادر اقول على بشع جدا. وبالتالي صحه اولادنا في خطر لانهم مش واعيين بده وفاكرين ان. طب انا بس اعرف من حضرتك، ودي برضو تبقى رساله مننا للبعض اللي مش هيبطل ده غير لما يتجرم او يتعاقب، اقول لحضرتك الترامادول مشاكله ايه للي بياخده؟ هيعمل فيه ايه؟ اول حاجه الادمان. اولا الترامادول ده من عائله الافيونيات، يعني بيشتغل على نفس المستقبلات بتاعه الهيروين. يعني لو فرض النهارده انا باخد ترامادول وحبيت ان انا ابطله، وبما ان انا وصلت الى مرحله الادمان هخش في مراحل الانسحاب، يبقى لازم استخدم هيروين. وبالتالي انا لازم ابدا اقول للاعب او الانسان اللي بيتعامل مع ترامادول انت اولا بقيت مدمن. الحاجه الثانيه انه بيؤدي الى سرطان في النهايه، الى تدمير لخلايا المخ. يعني ما هو النهارده يبقى انا عارف ان انا هخش ادمان وهيحصل لي تدمير لخلايا المخ وهيحصل لي سرطانات واخد كل هذا الكلام، يبقى انا انسان ما بفكرش. هتقول لي حضرتك طب الحل ايه؟ الحل قبل كده احنا اتكلمنا مع الانديه ان هي تبدا تجيب الشرايط اللي موجوده في الصيدليات اللي هي للكشف السريع على المخدرات والترامادول، وتبدا تعمل تحليل عن طريق الاطباء الفرق الموجوده عندها. حضرتك هتقولي طب انتوا ليه ما تعملوش انتوا الكلام ده؟ انا ما اقدرش اعمل هذا الكلام. مش طلعوا من ميزانيتك لانه لا 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 مش الميزانيه دي مالهاش علاقه بالميزانيه، ده هيبقى خارج عن عملي وبالتالي ما اقدرش اعمله. مظبوط. لكن انا لا مش مدرج عندك. لو فعلا الحاله دي انا بوجه نصيحه للانديه، خلوا الاطباء الموجودين عندكم يجيب. بس اللي انا بقوله لحضرتك ان الانديه مش تعمل كده. لان سبق ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من 3 سنين قبل كده واثرنا هذا الموضوع. برضو النادي اللي عنده حاله زي كده يقول لك ما هو ده بيكسبني، هي دي بينزل يجري بس كده خلاص وخلاص، وبعدين القصيدة. هو يبقى يحاسب على نفسه. وان حصل له حاجه بعد كده يبقى انا اشيله من القايمه بتاعتي. لا وهيبقى بره عندي. بالظبط كده. هي لكن ده موضوع خطير جدا جدا جدا, جدا. وفي عدم تكافؤ في الدوري بين بعض الفرق، والفرق بتنزل في لعيبه بعينها خلاص. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو هنا ما بيزودش الاداء، الترامادول ما بيزودش اداء تحمل ولا التحمل، هو بيقلل الشعور بالتعب. بيحسسكش بتعب. ولذلك مثلا السواقين بتاخده بس هو مش عايز يزود اداء، ولكن هو مش عايز يحس بتعب. الراجل اللي بيشتغل شغلانه صعبه جدا انه يطلع حاجات فوق وينزل ويطلع وينزل، مش عايز يحس بتعب فبياخد ترامادول. الحقيقه هو احنا بنقول الاداره العامه للمخدرات قايمه بواجبها، بس برضه موجود. ما هو اما يبقى حاجه يعني محرمه جنائيا ده الجدول الاول المخدرات وطبيا في الملاعب الرياضيه مسموح بيها، احنا طب ايه دور الـ 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 المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات في ده في مصر؟
اذا كان الواده من حقها تقول لك ده مش عندي. فاحنا بقى وحضراتكم وعندكم القصه دي تعملوا ايه؟ انا بقول لحضرتك الحل الوحيد ان انا بقول للانديه ابدا من بكره الصبح انزل هات الشرايط ومتوفره في الصيدليات وهات الفريق بتاعك كله وحلله، واللي يطلع واخد ترامادول طلعه بره. بس هل الكلام ده هيتم؟ حضراتكم انتوا ما اقدرش اوقفه. لا انا بتكلم في مصر، عندك رياضه في مصر. أيوة. وعارف ان ده خطر. أيوة. وعارف ان الرياضيين بياخدوه. الواده مش هتتكلم لان ده على مستوى العالم مش شاغلها. بالظبط. احنا دورنا ايه كمنظمه؟ هعرف اجابتك لكن بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع نتكلم تاني، الموضوع خطير جدا. الترامادول محرم جنائيا، حرام جنائيا، وفي الملاعب حلال جدا. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه الاهلي وبرنامجكم الاهلي الليله. كلام مهم جدا اتكلمنا فيه، ويبدو انكم قبل الفاصل سمعتوا كلام مهم وبعد الفاصل هتسمعوا كلام اهم وكلام اكتر. يبدو ان الامور صعبه جدا في قصه المنشطات ومكافحه المنشطات، والامر بقى صعب مش للرياضي بس ولا للمواطن المصري، ونعرف ازاي. وقصه الترامادول وقلنا انه محرم جنائيا وحلال رياضيا، ده الواقع اللي بيتقال. وقبل الفاصل كنت بسأل ضيفي العزيز الدكتور أسامة غنيم وبقول له تحديدا احنا دورنا ايه كوكالة، هتعملوا ايه علشان الناس ما تاخدش ترامادول، بعيدا عن ان الوادة المنظمة الدولية مش في دماغها بيقول لك ده حالة عندك خاصة. لازم يكون لكم دور عشان نمنع الكلام ده من على الارض على الرياضيين مبدئيا. هو اللي احنا ممكن نعمله حاليا، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، لكن احنا ممكن تاني نفعله المره الثالثه والرابعه والخامسه، ان احنا ممكن نعمل لقاء مع الاتحادات ومع الانديه بحيث ان احنا نوجه نظر الاطباء الموجودين في الاتحادات والانديه بسرعه ان هم يبداوا يعملوا كشف دوري سريع للرياضيين. بس انا عايز اسالك سؤال، لو النهارده الطبيب اكتشف ان لاعب عنده بياخد ترامادول، هل هيبلغ عنه ولا مش هيبلغ عنه؟ المفروض يبلغ عنه، لكن انا هذكر حضرتك انا وحضرتك كنا في برنامج معين ودخل لاعب واتكلم انه في لعيب اداله ترامادول ولعب بيه. بالظبط. فاكر حضرتك اللاعب قال عمل حصل له ايه في الملعب؟ قال لي انا كنت بدل انا بشوف الملعب يمين وامشي شمال واتاري الملعب يمين، يعني خد بالك هو كان كده بالظبط. وانا بقول لحضرتك على الهوا اهو ان برضه في لاعب ولعب في منتخب مصر وكان مع منتخب مصر في مناسبه كبيره جدا واتعمل له تحليل منشطات وقال انا يا جماعه كنت واخد ترامادول، بس طبعا ده لا ترامادول مش محظوظ. فدي قصه كبيره لازم لها يكون واقفه. هي احنا الحل الوحيد اللي هي زي ما بقول لحضرتك هيبقى تعاون بيننا وبين الانديه، وهكذا احنا بشكل غير رسمي لان احنا ما نظهرش في الصوره عشان الواده، ولكن امل ان الانديه يبقى لها دور او الاتحادات يبقى لها دور بعد ما تظهر نتيجه ايجابيه للاعب. اتفقنا ان المدرب اللي ما عندوش ضمير وفي لعيب بيكسبه هيفضل يقول له طب قول لي بقى الحل ايه؟ يبقى الحل ايه؟ لا الحل ما هو لازم اللاعب يخاف على نفسه، اللاعب هيجي لك سرطان، هيجي لك هتدمر خلايا المخ، هتعرض لوفاه. في لعبه ما بياخدوا فيها الهرمون النمو والتستوستيرون هرمون، ويعلم تمام العلم ان هو في النهايه خالص هيحصل له عقم وهيحصل له عجز جنسي، وبياخد كل هذا الكلام. وبعدين في احد البرامج التلفزيونيه جابوا اربعه من اللعبه دي وعرفوا ان الولاد دي كل واحد فيهم عقيم وان عدد الحيوانات المنويه عند كل واحد فيهم صفر، وبداوا يتناقشوا في هذا الموضوع واخد بالك على اساس طب ايه اللي وصلهم لهذا الموضوع. ما حدش قال حاجه، ولكن هي الحقيقه اللاعب لما يبقى عارف ان هو هيحصل له عقم والى اخره، لكن طول ما هو عايش في المجد بتاعه مش هيفكر فيه ومش هيخاف على نفسه. احنا هنعمل اللي علينا وربنا يسهل ان شاء الله. يا ريتها جت على كده وبس. لكن ده الجديد بقى. اللحمه والكبده والسجق. انت جيت بقى يعني راجل حساس المستورد، ودلوقتي بيقول لك ان اللحمه بتاعتنا فيها هرمونات. هنتكلم في دي، بس معانا مداخله مهمه. اللاعب حسن عبد الجواد لاعب منتخب مصر العاب القوه هو طالب المداخله مع حضرتك. السلام عليكم يا كابتن. اهلا وسهلا، ازي حضرتك عامل ايه؟ اخبارك ايه يا كابتن حسن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. حضرتك طلبت مداخله وعندك اكيد حاجه للدكتور اسامه، حضرتك اتفضل. هو انا عندي بس حته يعني سؤال او اتنين يعني. اتفضل.
يعني بسال يعني طبعا انا اسمي حسن عبد الجواد لعيب منتخب مصر العرب هو كان عندي عينه مطرقه كابتن صح؟ اه من فتره من 13 ل 15 ورحنا محكمه دوليه وموضوع طول شويه بغض النظر عن الموضوع ده تمام؟ تمام عايز اسال يعني الدكتور اسامه ايه مفهوم الدور التوعوي؟ يعني انا قاعد بتفرج فسامع الدكتور اسامه بيقول احنا بنعمل دور توعوي ورقابي، طب ايه مفهوم الدور التوعوي بالنسبه للدكتور اسامه؟ تمام يعني مثلا يعني هم بيتكلموا يعني بتكلم عن المنظمه المصريه لمكافحه المخدرات اذا احنا بنتكلم عن الدكتور اسامه تمام هم الدكتور اسامه بيفتخر بان المنظمه المصريه رقم 13 على العالم فول ستوب تمام انا اللي يعني اللي فهمته ان المنظمه المصريه هي المنظمه رقم 13 على العالم في عدد جمع العينات يعني دي حاجه ممكن نفتخر بيها احنا يعني اللي نفتخر ان احنا نكون بنوعي بجد انا مش شايف ان في دور توعوي بالشكل المطلوب لان لو كان في دور توعوي ما كنتش انا او غيري او بس كابتن طب ممكن اعرف قصتك في عجاله انت خلاص سؤالك هنرد عليه لكن لا لا موقفك انت يا كابتن انت تعرضت ليه؟ سليم انا لسه راجع من بطوله افريقيا واخد ميداليه برونزيه يعني مفيش حاجه يعني تمام لا كان في فتره في 2013 جت عينه ايجابيه جيتها بعد ثلاث اشهر من من نتيجه العينه تمام علامات استفهام كثيره المنظمه المصريه ادتني تواريخ مختلفة لشيل الإيقاف بتاعي ورحنا محكمة دولية، المحكمة الدولية نصفتني في جزء معين من الموضوع، الموضوع بالنسبة لي انتهى بس أنا بتكلم في نقطة معينة في الدور التوعوي، أنا مش بشوف إن هم فعلا بيعملوا دور توعوي أو بيكافحوا المنشطات، هي المفروض اسمها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بنكافح المنشطات السؤال وصل مظبوط حضرتك خليك معايا، طب نجاوب على الأولاني عندي حاجه تانيه اتفضل هو ادي الفرصه للدكتور اسامه يرد اتفضل الحاجه الثانيه حضرتك فكره المبدا لا تقربوا الصلاه ما تاخدوش اي مكملات غذائيه لان هي كلها ملوثه مبدا غريب جدا وان كل فقط خدوا جينسنج وعسل نحل وشوفان وكلام يعني ممكن تسال حضرتك ابطال اولمبيين موجودين في مصر محمد ايهاب كرم جابر هل الكلام ده يعني هل انت لما عشان توصل البطل الاولمبي الكلام ده يعني ينفع يعني من غير مكملات صعب يبقى على تبقى بعيد عن مستوى البطوله صح كده؟ لحظه ما اخر حاجه حضرتك مثلا دوله زي انجلترا بتخش المحلات فيها مليون الف مكمل غذائي كويس تمام بس هي بتكافح الشركات نفسها اللي بتحط هرمونات او منشطات ملوثه تمام فانت بتخش تشتري اي حاجه انت عايزها وانت مطمن تماما هو ده مفهوم المكافحه اللي هم بيعملوه لكن ان احنا هنقعد نجري ورا اللعيبه غير ما نوعيهم طبيعي ان انت هتكون رقم 13 ورقم 2 و3 كمان في عدد جمع العينات الايجابيه انا بتكلم ده ما عنديش مشكله انا هم حاطيني على برنامج الورا باوت وانا موجود دكتور اسامه اسبوعين خدني اول ما النتيجه جت قام واخدني تاني جاي لي البيت باعت لي حد بتاع 6:30 البيت ما عنديش اي مشكله لو عايز يجي كل يوم ياخد عينه تمام اي مشكله خالص ده حقه تماما وانا ما عنديش مشكله في ده لكن هي هنا بتكلم على التوعيه مظبوط التوعيه مفهومها بعيد خالص عن مفهوم التوعيه بجد فانا متشكر جدا تحت امرك يا كابتن لا بالعكس حقك والحلقه دي معموله عشان كل الرياضيين وكل الناس العاديين تاخد بالها من الحته دي شكرا كابتن حسن شكرا الدكتور لو نرد على الاسئله اولا طرح. بالنسبه للتوعيه حضرتك النهارده احنا بالنسبه لاتحاد العاب القوى مثلا على سبيل المثال يناير 2013 احنا قعدنا مع اتحاد العاب القوى مع الرياضيين ومع المدربين وكان رئيس الاتحاد طبعا كان رئيس الاتحاد السابق كان الدكتور وليد عطا وكان موجود والصور موجوده واللقاء معاهم موجود كل الاتحادات تقريبا قعدنا معاها بس الدكتور وليد عطا برضه اخترف كان ايهاب عبد الرحمن لا احنا سبنا من المشاكل انا بتكلم على ان احنا قعدنا معاهم قبل المشكله اللي كانت موجوده تمام تعالى مثلا اتحاد الغوص والانقاذ طلب مننا ان احنا نروح اسكندريه نقعد مع الاولاد هناك رحنا طلب نجيب ناس من الاسماعيليه وبورسعيد القاهره قعدنا معاهم كل الاتحادات اللي هي بتبقى جاهزه ان احنا نقعد معاها احنا بنقعد معاها ولكن زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده انت لما بتقعد مع اتحاد او مع رياضيين بتقعد مع كام واحد بتقعد مع 20 مع 30 مع 40 ولكن حضرتك النهارده عن طريق الاعلام بتصل الى ملايين كويس يعني كابتن حسن عبد الجواد لما شاف البرنامج طبعا كويس. لكن النهارده الاعلام طبعا عايز دور التوعيه في الرقابه على المنتج اللي هو بيخدم لا ده مش بتاعتي دي الرقابه كويس. المنتج ده ما بينتجش في مصر اولا كويس. فانا بقول ايه بقول طب لما يجي بستورده لا مش لا ده مش مستورد ده كله داخل هروب ده كل الموجود في الصيدليات ده داخل تهريب حضرتك خشي اي صيدليه وامسك اي منتج واقلبه لو لقيته انه مرخص او تم تسجيله او التصريح به من وزاره الصحه بيتباع في الصيدليه ازاي لا يا فندم تهريب
ايوه بيتباع في الصيدليه تهريب دي المشكله. لا مشكله لا ايه؟ لا وهو الترامادول بيتباع ازاي في الشارع؟ كويس ايوه بس ما بيتباعش في الصيدليه. لا بيتباع يعني في الصيدليه اه بس لازم اخده بروشتة. لا حضرتك ممكن لو تعرف حد في الصيدليه هديهولك. بعض الصيدليات القليله يعني. اه انما ما يدخل لمكمل غذائي جوه الصيدليه اه طبعا ومش مكتوب دخل ازاي ولا ايه. سبق اللقاء بوزير الصحه الاسبق في 2013 وقلنا له هذا الكلام وقلت هبدا اعمل حملات على الصيدليات. المشكله بقى ان الصيدليات ايه بتعمل ازاي؟ ممكن ان هي تهرب أوه. وممكن انها تبقى يعني لو اتقفلت تتقفل لها فتره صغيره وترجع تاني. طب والمحلات اللي هي موجوده في المولات وفي اللي بتفتح دلوقتي في كل الشوارع وتبيع نفس المكملات الغذائيه ده كل ده بدون ترخيص وبدون تصريح. احنا طلبنا ان احنا نقعد مع رئيس الرقابه على الصادرات والواردات عشان نطلب منه ممنوع دخول هذه المكملات حتى لو بصحبه الراكب. طيب ولو دخلت المكملات دي بطريق شرعي وتم الكشف عليها ودخلت وما لقيناش فيها حاجه ملوثه، المصنع المعمل الوحيد في العالم في انجلترا هو اللي بيكشف على هذه المكملات والعبوه بتتكلف $900. اه يعني عشان ناخدها هنا اي بالظبط جاهزه لازم هتعمل لها 25000 جنيه العبوه، لازم يتحط عليها العلامه بتاعه المعمل ويقول انها امنه والمكمل ده عباره عن مواد كيت وكيت وكيت اللي هي موجوده جواه ويكتبها على العبوه من بره وحضرتك تاخد العبوه دي. يبقى حتى لو حصل انها طلعت ايجابي اللاعب في الحاله دي مش هيتعاقب. كابتن حسن قال حاجه مهمه، قال انا لو البطل ما خدش المكملات دي مش هيبقى على مستوى البطوله. تعالى كده نسمع محمد إيهاب في رفع الأثقال، كان معانا أول امبارح على الهوا في الفضائية المصرية. يا ريت يا جماعة لو الكابتن محمد إيهاب تجيبونا على التليفون. وسألوه قال لهم أنا ابتعدت تماما بعد ما سمعت الكلام بتاع المنظمة المصرية تعتمد عليه. قال بعتمد على كلها فيتامينز والفيتامين مسموح بيها إذا كان اللي هي الأوميجا 3 إذا كان البي 12 إذا كان فيتامين سي. ومن ساعة ما قالوا لي ابعد عن المكملات دي بعت. النهاردة ترتيب محمد إيهاب إيه؟ الأول على العالم. شوف نزل قاعد يتحرك من مكان لغايه ما وصل الاول على العالم. اذا اللي بيسمع الكلام في الحاجات دي ما فيهاش مشكله. بلاش ان انا يبقى دايما تفكيري ان لو ما كانش مكمل غذائي انا مش هكسب. لا. الحاجه الثانيه برضه لما بيطلعوا بطولات وبيقابلوا لعيبه زيهم اولمبيه ولاعيبه ابطال بيشوفوهم بياخدوا مكملات هو في بلادهم. لا لا استنى. هو في بلادهم اللاعب هناك بيقدر ياخد مكمل امن. لا استنى بقى. هو بقى بيعمل ازاي؟ يجي اللاعب يقول لك ايه ده انا شفت البطل الفلاني قبلية واخد حقن واخد مكملات غذائيه وطلع ايه؟ قال لك طلع الاول. هو ما بيتكلمش عن مكمل غذائي، هو بيتكلم على انه بياخد هرمونات وبياخد الى اخره. لما طلع الاول اتحلله ولا ما اتحللوش؟ قال لك اتحلله. والنتيجه ايه؟ قال سلبي. لا يبقى ما خدش مكمل، ما خدش حاجه. كان بياخد حاجه ثانيه. هم بقى ايه؟ بص هو التركيز كله في رياضيين العالم كلها على فيتامين بي 12. ويمكن كان عندنا الله يرحمه كابتن جوهري لما كان ماسك المنتخب كان بيصر يوميا على ان كل لاعب ياخد فيتامين بي 12. ده متوفر في ايه ولا؟ ده حقن. حقن اه طبعا. وبعدين ده اصلا ده فيتامين واخد بالك بي 12 بي 12 تعال انت كده النهارده خش الفيستيرز بتاعت حمامات السباحه هتلاقي كم من السرنجات غير عاديه. لما تيجي تسال على السرنجات دي تلاقيها كلها بي 12. الفكر ان البي 12 بيعمل حاجه خلاص، بما ان هو امن واللاعب فاهم ان هو ممكن يعمل له حاجه خلاص مفيش مشكله. لكن كدور توعيه دور بالنسبه برضه الكابتن حسن لما بيتكلم 13 في جمع العينات، لا لا خالص. ده انت لو حطيتني بالنسبه لجمع العينات لدول العالم ممكن دوري يطلع مثلا مكان يمكن يطلع على الراجل. شايف ان دور التوعيه لما توفر له حاجه امنه يبقى افضل، لما تعمل معاه كنترول بشكل ان انا من المداخله كده وانا لا اعلم الاجواء في الحته دي بالذات، لكن شفت ان هو الراجل شايف انه قد يعني تكونوا انتوا بتعملوا لسلامته، لكن هو شايف الراجل طالما انتوا حسيتوا ان هو بتضغطوا عليه بعد ما رجع وبعت له على البيت وحسيت كده من مكالمته ان في تحفز. فليه لا اطلاقا لا اطلاقا انا عارف ده وحبيت يعني اقول ده. طب انا هقول لك على حضرتك حاجه. اتفضل. تعالى كده نشوف الولاد بتوع رفع الاثقال المعاقين. الاتحاد الدولي راح باعت طلب تحليل لعدد 15 لاعبنا المعاقين فخدناه اصحاب القدرات الخاصه خلاص. بعدها ب 48 ساعه بعت ايميل بنفس الاسماء، فاحنا تخيلنا ان الايميل حصل خطا وجالنا مره ثانيه فاتصلنا بالاتحاد الدولي. الناس احنا خدنا لها عينات اول امبارح، قال تاخد لها تاني. الفكر ايه بقى؟ ان اللاعب لما تاخد له اول امبارح العينه ممكن تاني يوم يعمل ايه؟ ياخد بقى ياخد مناشط. فانت تاخد بعد 48 ساعه اذا كانت العينه ايجابيه يعني زي اللي وقف لك بالرادار اتلقطت هنا فبعدها يقوم جايبك بالظبط كده واخد بالك. احنا في برنامج بنمشي عليه اللي احنا متحفزين لحد طب. احنا ليه ما نقعدش مع لعيبتنا قعدنا معاهم كلهم فريندلي كده وبالشكل اللي هو ايه احنا خايفين عليكم، لان انا اشعر من هذه المداخله وهذا ليس لوما لحضرتك ان في حزازيه كده
فبالتالي انا اتمنى ان يعني اتمنى لا 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 احنا بص كل الرياضيين المصريين هم اولادنا واخد بالك، واحنا يمكن كان عندكم انتوا لاعب في النادي الاهلي وكان حصل ان هو اللاعب ده كان اخذ 4 سنين هنا ولما راح رفع قضيه في المحكمه الرياضيه الدوليه احنا رحنا وقفنا معاه ونزلنا له 4 سنين لـ2 سنين واخد بالك إيهاب. لا اللاعب عندكم ما دون ذكر اسمه في لعبه جماعيه على فكره تمام. واحنا نزلنا له الحكم من 4 سنين لـ2 سنين تمام. فالحكايه ما فيش اي تحفظ لحد خالص، الجميع عندنا اولادنا وكلهم احنا يعني الحقيقه مستعدين نساعد معاهم في اي حاجه، والمنظمه عندنا مفتوحه يوميا لكل الرياضيين. دبش وده الوحيد اللي حول اسمه طبعا اللي هو في الكوره في بتروجيت ده عذره مرضي بستناني بس ده لما اخذ العلاج اللي اخده هو ما يعرفش ان ده محظور وكانت العقوبه بتاعته 2 سنين قلنا له دي عقوبه 2 سنين قال انا في دكتور كتب لي الكلام ده وده مش دكتور الفريق، قلنا له لو الدكتور ده مستعد يحضر لجنه الاستماع او المحاكمه هاته. الراجل مشكورا استاذ في كليه طب القاهره راح واصل حضر الاستماع قال انا مش طبيب رياضي انا ملياش في الرياضه انا ملياش في المحظورات وفعلا العلاج ده هو ده الوحيد اللي ممكن يشفي هذا اللاعب. عارف العقوبه نزلت من كام؟ نزلت من 2 إلى 4 شهور. ايه اللي حصل؟ طلبنا ان احنا نروح نقعد مع فريق بتروجيت فروحنا قعدنا معاه. فاذا الحكايه ما هياش نوع من انك انت حضرتك بتتحفز لحد ولا انك انت بتبقى بتجري ورا لاعب بعينه ولا لا لا ده برنامج بنحطه احنا. وبعدين في حاجه عندنا اسمها ريسك اسسمنت، ريسك اسسمنت دي الوكاله الدوليه هي اللي بتخش معانا فيها عشان تبقى عارفه في العاب معينه زي مثلا رفع الاثقال زي كمال الاجسام زي العاب القوه زي السباحه بيبقى عليها العين، وفي اسماء رياضيين زي حسن مثلا من الناس اللي هي بتاخد بطولات فبيبقى اسمه من ضمن الترتيبات اللي موجوده طبعا. فبالتالي طيب. بيقول لك ركز عليه. ارجع للكبده السجق التكاوي واللحمه، واللحمه بقى كانت شقين كبده طبعا. الكلام الاول كان بيتقال على الحاجات المستورده وبلاش تاكلوها و و ومليانه هرمونات. بص اللحمه احنا فوجئنا بالاتي، لاعبها في 2015 اكلت لحمه او كبده وتحلل لها هي و 19 لاعبه اخرى ولاعب اخر هي الوحيده اللي طلعت ايجابي. كلهم واكلين نفس الاكل؟ لا هم واكلين نفس الاكل جوه المعسكر لكن بعد كده عرفنا انها بتاكل بره، تعرفوا اولادنا بقى في الشوارع ومن هنا ومن هنا فاللي حصل ان اللعيبه دي اخذت 2 سنين في اول درجه وجت لجنه الاستئناف عطت لها 6 شهور. فاحنا كل الاحكام لازم تصدرها للوكاله الدوليه، برضو دي لازم الرياضيين في مصر يبقوا فاهمين كده ان الرياضي فاهم انك انت ايه. في رادو عارفه برضو في الكاراتيه حصلت هي زي رادو عارفه خلاص، لان الناس بيبقوا فاهمين انك انت ايه، انت اللي بتدي الحكم وانت متقصده وانت اللي ضده. لما بعتنا الحكم للوكاله الدوليه، الوكاله الدوليه رفعت علينا احنا كمنظمه قضيه احنا ورادو عارف، فرفعت الحكم من 6 شهور لـ4 سنين كويس. الحكم اللي وراها كان للاعب الكره الطايره اللي هو محمد عبد المحسن، اكل نفس الحكايه، كان هو و15 لاعب 15 سلبي ومحمد ايجابي. اللي حصل العينه بتاعته طلعت ايجابيه، عطينا له في اول درجه اظن 4 سنين وثاني درجه 8 شهور، الوكالة الدولية ما عجبتهاش 8 شهور فرفع علينا قضية حاليا دلوقتي منظورة قدام المحكمة الرياضية الدولية، لأن هيقول لك بقى أنه عمال أحذركم وأقول لكم القصة دي وأنتم بتكرروها بالظبط كده. إحنا دلوقتي عندنا 3 حالات أخرى غير الاثنين دول، لحوم يعني بس نقول للاعبتنا ونقول لهم إحنا هنقول دي اللي يقف على عربية كبدة وعربية سجق. هي المشكلة وقصص. مشكلة عندنا دلوقتي في الكبدة وفي البرجر وفي الشاورما سوسيس والسوسيس الحاجات اللي انت عارفها اللي بتتباع فين وتحت ايه والكلام ده كله. الحيوان اللي هو البقر او الخنازير بيتم حقنها بهرمون الركتوبامين، الهرمون ده بيقعد في جسم الحيوان 15 يوم عشان يزود كميه اللحم ويقلل الدهون. المفترض ان الراعي او صاحب المزرعه بعد 15 يوم. لكن هو بيدي الهرمون وما بيستعجل ويذبح بعد اسبوع او 10 ايام. حلو، تقوم تفضل الهرمون موجود في لحم الحيوان ويتنقل للانسان دون طب لو غلينا جامد مثلا مهما غليت لازم يتنقل للانسان وبيقعد في الانسان من 3 لـ5 ايام بس انت تضمن منين ان اللحمه اللي انت اكلتها دي فيها هرمون وهو يضمن منين ان الهرمون في البلدي بقى كمان ده نفهم كلام حضرتك دي بقى المشكله الجديده اللي ابتدينا نسمع عنها. اتصلنا برئيس مصلحه الطب البيطري واتصلنا بالدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه فقالت ان كل الحيوانات اللي جايه من بره او اللحوم اللي جايه من بره تم الكشف عليها وطلعت العينه سلبيه. السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بعت لنا قال لنا مين اللي قال ان الهرمون ده بيتاخد عن طريق اللحم؟ قلنا له ان ده ما بيتواجدش في دراجز، مش موجود في علاج، مش موجود في ادويه. حقنه في غنم وحد بياكلها في بقر وحد ياكلها. طب مش موجوده في مش موجوده في مكمل غذائي، اذا لها طريق واحد بس للانتقال عن طريق الايه؟
اللحوم يعني لا غالي ولا لا 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 ملهاش حل ياكلها اللاعب او المواطن العادي من اللحمه اللي هي مهرمنه دي تدخل في جسمه تنتقل لجسمه من اللحمه بالظبط كده. قبل العيد الكبير بتبدا عمليه نشاط غير عاديه بين مربي اللحوم بيعمل ايه بقى؟ عايز يزود عشان الميزان. ده بقى مش الركتوبة مين، ده بيبقى في الركتوبة مين والاكواجين، واخد بال حضرتك كل الكلام ده. والاكواجين ده بتعطى على فكره في الانديه الصحيه يعني في النادي الصحي بيدي، ودايما نقوله يا اولاد بلاش الحقن بتاعت الاكواجين في الانديه الصحيه لان دي بتاعت الحيوان اساسا. احنا النهارده ابتدينا نتواصل مع الوكاله الدوليه وبنضغط بقوه على موضوع اللحوم. الحقيقه بداوا ان هم يخشوا معانا في حل المشكله. هم عايزين ايه؟ عايزين ورقه من مصر تقول ان بيتم هرمانه اللحوم في مصر بالركتوبه مين، حتى لو كانت بنسبه ضعيفه بالظبط كده، لان هو عارف اوريدي ان العيب مش هياخدها في كبسوله ولا في حبايه. اقول لك الاخطر من كده، احنا الدوله الوحيده في العالم اللي عندها 5 حالات ركتوبه مين، ودوله اخرى عندها حاله واحده، يعني هم 6 حالات على مستوى العالم. الدوله الثانيه مين نعرف برضه، حاجه كده من دول الاتحاد السوفيتي القديم. خلاص، فاذا احنا اصبحنا دولتين، واحده فيها 5 حالات وانا سبق قبل كده قلت لما كنا 2 احنا هنزيد، هنبقى 3 وهنبقى 4 وهنبقى 5. الموضوع كده بيكبر جدا ومتشعب. بس انا مره كان عندكم في قناه الاهلي، كان في فريق الاهلي كان مسافر دوله من الدول الافريقيه، اظن كان الكابتن عدلي القيعي اتصل بيا وقال لي دلوقتي الولاد مسافرين ياكلوا لحوم ولا ما ياكلوش؟ قلت له طول ما انت في افريقيا ما تخافش، ما بيتمش هرمانه اللحوم في افريقيا لان هناك اي قايمه على الطبيعه، واخد بالك، المراعي مفيش مشكله. لكن للامان خلينا ناكل الايه، الدواجن، بعيد عن اللحوم. داخل مصر هنا هرمونات في الدواجن بتبقى في الجلد لو اتشالت بالظبط، وما بين مش الركتوبه مين، لان الركتوبه مين للبقر والخنازير وبعض ساعات في التركش اللي هو الديوك الرومي. فللامان خلينا في الايه، الدجاج او الفراخ. طب نرجع للموضوع ده، حلها ايه؟ حلها دلوقتي ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نشوف الجهه اللي ممكن تدينا خطاب رسمي يقول ان في هرمانه للحوم. لازم جهه رسميه في الدوله بالظبط كده، ودي ما فيهاش اي مسؤوليه على الجهه. انا عايز حتى هي فيها مسؤوليه على الجهه من الناحيه الثانيه، هو هيعترف على نفسه اللي هو اللي هو مش عامل الكنترول بتاعه المظبوط، بس هيبرئ الرياضيين بتوعه. مش كده بس، ده انت هتديني امان كمان لو في حالات بعد كده ظهرت، اصل غصب عن اللاعب. وخد بالك دي الحاله الوحيده اللي انا في مصر متعاطف معاها 100%. كلنا بقى ليه؟ واحد بياخد سندوتش لحمه ولا سندوتش كده، وبعدين مش هتقدر تمسك ولادنا اللي بيروحوا تحت كوبري رمسيس، واللي بيروح مش عارف تحت ايه، والنفق ايه عبود، وبعدين يعني وكله خارج جعان واخد بالك وعايز ياكل، وكلهم ولاد في سن صغير وانت عارف بقى يعني. لكن انا عايز اقول هل حد هيساعدنا في هذا الموضوع؟ اتمنى. احنا بنجري، انا عايز تسترد لي طلباتك كده. انا يعني مش عايز حاجه خالص، عايز كل اللي انا عايزه السيد وزير الزراعه يتكلم معايا، وانا هروح اقعد معاه وهشرح له الموضوع بمنتهى التفصيل والتوضيح، وهوري له الورقه اللي جايه من بره. على فكره النهارده لسه جاي لي ايميل النهارده من الوكاله الدوليه بيقول لي انتوا وصلتوا لايه. الحقيقه فعلا الناس جادين جدا في ان يحلوا المشكله، متعاونين جدا. بس هو النهارده لما يجي قدام المحكمه الرياضيه الدوليه في ماده محظوره في عينه لاعب بالظبط، وانت لما جيت تديله الحكم اعطيته الحكم اقل من اللازم. لو ادالك سكه قال لك لو قلت لي ان انتوا بتحقنوا ده، عايز جواب الاثنين مختومين بختم الناس. يقول لي ان انا عندي هرمون الركتوبه مين في وخصوصا ان انا عرفت من بعض الناس ان فعلا الحيوانات اللي جايه من البرازيل بتيجي بيتم الكشف عليها بمنتهى الدقه هناك في البرازيل، وهنا في مصر لما بتيجي يبقى نبدا نخش على الحيوانات البلدي. هل الحيوانات البلدي بيتم معاها هذا الكلام؟ هل اللحوم اللي هي بتيجي مبرده من الخارج، يعني بتيجي حيوانات حيه ويتم ذبحها في سفاجه ولا في السويس وبيتم تبريدها، بيتم حقنها قبل الذبح؟ مش عارف. وده اللي انا بجري عليه دلوقتي وبحاول ان انا اثبته. مواضيع كتيرة وشائكة، لكن الأخطر من وجهة نظرك، يعني ده النهاردة بنتكلم في لحمة وبنتكلم في كبدة وبنتكلم في لحمة بلدي للرياضيين، وعلى فكرة المواطن العادي برضه يعني أنت عارف حضرتك إيه موضوع الركتوبة مين ده؟ الركتوبة مين ده؟ أولاً لما بيتنقل الإنسان بيشتغل على الريسبتورز أو على مستقبلات الأدرينالين فبيزوده، فبعد كده أنت عارف الأدرينالين ده بيفرز إمتى؟ في حالات الغضب، في حالات الزعل، فيخليك دايماً كده عمالين نتخانق مع بعض وإحنا في الإشارات بالظبط كده، واللي يخبطك تقول له حاسد يا مش عارف إيه، فدايماً يخليك. وبعدين بالإضافة إلى طبعاً السرطانات، لأن السرطان النهاردة نتيجة لعب في هرمونات الجسم. الحاجة اللي حضرتك بتسألني عليها إيه اللي أنت خايف منه؟ أو مش خايف منه، اللي أنت عايز توصله للرياضي. ونقول للناس برضو ده الدور التوعوي برضو عشان نفهم الناس تعملوا إيه. الرياضيين النهاردة أنا على فكرة بيطلع من عندي يومياً تعميم لكل الهيئات الرياضية في مصر. كويس. كل ما يعين لنا بحاجة بنبعت للهيئات الرياضية وأقول له خاطب الجهات اللي هي أقل منك وأقول لها. على سبيل المثال العذر المرضي. العذر المرضي النهاردة
من ناس كتيره جدا ما عندهاش فكره يعني ايه عذر مرضي. اللاعب النهارده مريض ومحتاج ياخد علاج والعلاج مدرك في قائمه المحظورات، ما اقدرش اقول له لا خده، بس لازم ترجع الاول للمنظمه المصريه وتقول لك انها اللي مش يستاذن بقى يمشي ولا ما يمشيش. يعني على سبيل المثال السكر، واحد عنده سكر، السكر اللي هو النوع الاولاني لازم انسولين، انسولين مدرك في قائمه المحظورات، هل مسموح بيه ولا مش مسموح؟ لا مش مسموح بيه. طب الراجل عنده سكر ده يموت؟ لا ما يموتش، بس لازم يجي يعمل عندي حاجه اسمها عذر مرضي دائم، ولازم 30 يوم قبل الاداء الرياضي. طب تبص تلاقي الرياضي جاي لك يقول لك ايه، انا عايز اعمل عذر مرضي عشان عندي مباراه بعد اسبوع. طب افرض تحلل لك بعد اسبوع، هتطلع العينه ايجابي ومش هقدر اشيل لك العذر. لازم الناس تفهمه، بنوصله. طب انت هتوصل يعني انا عايز المعلومات دي في الوقت الاخير مع حضرتك، يعني تديني كام معلومه كده زي المعلومه دي. العذر المرضي كويس، المكملات الغذائيه، نحاول ان احنا كلحوم بقدر الامكان بنقول للفرق ايه، لما تحبوا تاكلوا لحوم حاولوا يبقى الاكل كله كمجموعه او كجروب. يعني حضرتك النهارده انا لو حللت الرضوة ومعاها 19 و29 طلعوا ايجابي، فيش ولا واحد فيهم هيتعاقب. لكن لما يبقى لاعب من 20 وال20 وكيف هو جاي برضه في السكه لو حاسس، ما هي دي المشكله، ما هي دي المشكله، او جاي من بلد ما كلهم مش قاهرين، ما هي دي المشكله يعني، وجاي من حته يعني هي دي المشكله. فطبعا عايز اقول لك ان انت يعني منتهى الامانه ومنتهى الصراحه، اتحاد الكوره ما فيش تعميم تبعته لاتحاد الكوره الا لازم يبعته لكل الهيئات وكل الجهات عنده في مصر. كويس. في كل ده احنا ما عندناش الاليات اللي في مصر ولا معمل ولا حاجه؟ لا 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 لا, لا في معمل. ده في معمل ومعتمد. حلو. المعمل المعمل المصري الدولي. حلو. المعتمد والموجود في المركز العالمي في اللي هو في طريق العاشر من رمضان. كويس. وتم اعتماده في 9 مارس الماضي كاعتماد جزئي. احنا بنحلل عينات الدم بتاعتنا دلوقتي حاجه اسمها الباسبور البيولوجي برضو عشان الرياضيين، وبعتنا للرياضيين وقلنا للهيئات الرياضيه خدوا بالكم في حاجه اسمها باسبور بيولوجي، التحليل بتاع الدم بتاع الباسبور البيولوجي احنا قدناه. احنا ده اول معمل عندنا. أيوة. المعمل ده بتاعنا معتمد دلوقتي. ايوه يا فندم، 9 مارس الماضي. حلو جدا. خلاص. بيستخدم في ايه؟ ايه يعني دم وايه 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 اللي بيستخدمه؟ دم فقط دلوقتي. دم فقط. ولكن احنا في مرحله دلوقتي دخلنا على اليورين او البول. كويس. بعد كده خلاص مش هيشتغل في حاجه ثانيه غير الدم والبول. المعمل المصري النهارده تم الزياره له من جانب السيد وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي، راح زاره من حوالي اسبوعين او ثلاثه بعد ما حل في اليمين وشاف المصنع. الحقيقه المعمل ما حدش زار المعمل ده غير اشاد بيه. معمل على اعلى مستوى. احنا عندنا معمل واحد هيوفر معانا كتير وهيخلي برضو الانديه طبعا كلها تبعت. لا مفيش تعامل بين النادي والمعمل. طب انا النهارده كنادي عايز اكشف على لعيبتي. مش حضرتك اللي هتكشف، احنا معلش. أيوة. معلش معلش، انا نادي النهارده وزي ما حضرتك قلت يبقى في توعيه ويشوفوا اللعيبه وكذا وكذا وكذا. انا بقى عايز من غير دور حضرتك، انا مثلا عايز اكشف على لعيبتي واشوف واعالج نفسي قبل ما انت تجيلي. ما ينفعش. ما هو برضه هنا لازم يبقى في حاجه اسمها الالتزام بالكود الدولي. وعلشان كده احنا عملنا ايه؟ الكود الدولي اللي هو باللغه الانجليزيه تم ترجمته الى اللغه العربيه، وهيتم توزيعه في خلال يوم او اتنين على كل الهيئات الرياضيه في مصر عشان ما يبقاش حد عنده عذر ان انا ما اعرفش. مش من حق حضرتك النهارده لا نادي ولا اتحاد انك انت تاخد عينه من لاعب وتبعتها للمعمل. الجهه الوحيده اللي مسموح لها انها تاخد العينه من الرياضي هي الوكاله. طب لو نادي عايز يعمل ده هيعمله ازاي؟ هيعمله مش هيقدر يعمله. لو بيكشف على، لو بيجيب لاعب محترف وعايز يكشف عليه وعايز يبص على اجراءات زي دي مش موجوده في الكاش وعايز يعملها، يعملها ازاي؟ الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بلغنا احنا كمنظمه مصريه، قلنا انا عندي لاعب محترف واحنا بشكل او باخر هناخد التوقيت المناسب بالنسبه لنا وهناخد العينه من اللاعب. بس خد بالك لو العينه طلعت ايجابي ايه اللي هيحصل؟ ماشي، ما هو لازم اللاعب هيتوقف. طب ما هو لازم قبل التعاقد. كويس قبل التعاقد. ما انا ما قلتش لا. ما قصده يبقى في اليه لده بقى. خد بالك من حاجه، احد الانديه الكبيره في مصر تعاقد مع لاعيبه وبعد ما تعاقد معاها بشهر خدنا منها عينه طلعت العينه ايجابيه. ايه اللي حصل؟ خلاص العقد بتاعه كله راح. فاحنا قلنا للانديه وبعتنا لهم انتوا خدتوا العينه دي بناء على شغلكم بعيد عن النادي خطيبكم. لا 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 خالص والنادي ما خطبناش. خد بالك ان برضو الانديه والاتحادات برضو لازالت لحد النهارده بتحاول ان هي تبعد عننا بالرغم من اللي احنا التوعيه اللي احنا بنعتها يوميا والتعميمات اللي بنعتها. انت اللي بيسمعنا دلوقتي، انت جدولك ازاي؟ يعني بتروح بناء على ايه بتختار وبناء على ايه بتختار؟ ما انا قلت لك ده برنامج معمول. برنامج معمول ل 57 هيئه لكل الاتحادات الموجوده في مصر. كل الاتحادات ليها جدول. كويس. النهارده انا النهارده في كوره، حضرتك بتتكلم على القسم الاول والقسم الثاني، احنا بناخد من القسم الثاني على فكره. خلاص. اليد، السله، كذا. انت بتاخد في عين يورين ولا بتاخد يورين وبلاد؟ الاثنين. تمام. وبعدين انت مش بتاخد بس في الـ يعني انت بتروح بطوله او بتروح ماتش، لا ده مش كده وبس، انت بتروح لهم معسكر.
لان لازم اخد في المعسكر مش كده وبس، ده جانا تعليمات جديده ان انا اروح للاعب في بيته. طب افرض ان انا رحت بيته ما لقيتوش، النقطه دي مهمه قوي لان حتى اللعيبه الدوليه بتاعتنا لعيبه الالعاب لما بتاخد اجازه لازم تبلغ انت فين عشان لو مش موجود في بيتك. مش لازم تبلغ حضرتك، ده بيبلغ قبلها بثلاث شهور. يعني ايه؟ يعني السنه انا بقسمها اربع يعني دمع. انا لاعب وخدت اجازه دلوقتي وعايز افسح ولادي، اكتب عندك في البرنامج حتة. هنا بقى الناس كلها مش فاهمه دورنا ايه. هو ده هي بس واخد بالك، يعني النهارده في عندي حاجه اسمها برنامج ادمز. كل رياضي عالمي او محلي وموجود على برنامج الادمز ده او اين انا عنده كلمه سر، وبيخش على برنامج الادم يحط البرنامج بتاعه ثلاث شهور قدام. اللعيبه بتاعتنا عندها الكلام ده؟ طبعا. ولا الاتحاد؟ لا طبعا، واحنا بنجيبهم كمان ونعلمهم وندربهم، كل واحد من دول عارف. ويمكن حسن دلوقتي قال لك ايه؟ حسن قال لك انا محطوط عشان عنده تجربه. لا لا وغيره، لا لا، انما قال لك انا على البرنامج. لعيبه مصر ما عندهاش الوعي ده. عندهم يا فندم، عندهم اكيد طبعا. ده في حاجه تانية، اللاعب النهارده يوم ما بيتزنق مع اتحاده الدولي في اي مشكله بيجي لنا يجري الحقوا لان انا مش عارف ادخل على البرنامج بتاعي كويس. انا حصل كذا. وبعدين احنا وجودنا هنا حمايه للاعبين المصريين ليه؟ لان النهارده الوكاله الدوليه في اي لحظه تروح بعتها لنا، اللاعب الفلاني ما دخلش بياناته وكان المفروض يدخلها في 15 يونيو اللي فات. يعني كل اللعيبه مدخله بياناتها طبعا، اللي هم ايه؟ اللي هم على برنامج الار تي بي اللي هو ريجستر سيستم كيو، اللي هم اللعيبه المختاره سواء اذا كان مختاره من الاتحاد الدولي او مختاره من قبل المنظمه المصريه. طيب دخلنا النهارده ولقينا اللاعب مش مدخل بياناته، احنا بقى هنا بنبعت نحذر. بس كرم برضه ما كانش مسجل بياناته؟ كرم لا بيجر. كرم كان مسجل بياناته ولكن راحوا له ما لقاهوش. المكان اللي مسجل فيه راحوا له كان هو بقى ثلاث مرات في خلال 12 شهر. يتوقف سنتين. يسجل بيانات ويروحوا له في المكان ما يلاقوهوش. ما يلاقوهوش. خد بالك هو خدوا منه عينات وكانت عيناته سليمه. كرم ما كانش بياخد. دي النقطه اللي الناس كلها بعيده عنها، بس توقف عشان بياناته غلط. غلط ده مش كده، ده خد ايه؟ ده نقطه خطر كمان اهي. سنتين و20 الف فرنك، مفيش عينات ايجابيه. لا لا لا، لكن انت مش موجود في العناوين اللي بتديها لنا. طب اقول لك على حاجه اخطر من كده. لا ده خطر قوي الموضوع. وقلنا بقى كمان بالنسبه للاتحادات مثلا، راحت الوكاله الدوليه الى فندق من الفنادق نازل فيها لاعب واسمه لما كتب الراجل الاجنبي اللي موجود في الاستقبال كتبه غلط. فجم بتوع الوكاله الدوليه قالوا احنا عايزين فلان الفلاني. قالوا لهم ما عندناش حد بالاسم ده. ازاي ده هنا؟ لا مش هنا، خلاص خدوا بعضهم ومشوا واعتبروا ان الراجل ده ميزه تيست واتحسبت عليه اول مره. فاحنا لما عرفنا الموضوع ده قلنا ايه؟ يا اتحادات اللي فيكم يسافر ويكتب اسمه من فضلكم يطلب تأكد من الراجل بتاع الريسبشن وريني الكتابه كتبتها ازاي؟ عشان ما ترجعش. دي مش هتكون اول ولا اخر حلقه او لقاء مع حضرتك لان الموضوع كبير ومحتاج. والنهارده قلنا كلام مهم جدا. وقبل ما اشكرك لو حضرتك حابب تضيف اي حاجه. لا انا بشكر قناه الاهلي على فكره على الوقت المتاح لينا، واتمنى طبعا ان يبقى في لقاءات اخرى، وبدعوكم ان انتم تيجوا تصوروا عندنا لان طبعا لما هتصوروا عندنا في المقر هتعرفوا في شغل كتير جدا وكتير جدا بيتم من الفريق اللي موجود معايا. وانا برحب بيكم في اي وقت. نجي لك وشرفتنا النهارده. اشكرك. شكرا للدكتور اسامه غنيم رئيس تنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، موضوع مهم جدا وخطير. كل رياضي يعني موضوع كرم جابر ده كان شاغل لي دماغي، ازاي اتعاقب وتوقف؟ طلع ان الراجل بيبلغ بعنوان هم يروحوا له فيه ما بيكونش موجود في العنوان، ما عندوش اي حاجه بس مش موجود في المكان اللي هو بيقول فيه ثلاث مرات عشان كده توقف. موضوع خطير جدا وموضوع محتاج احترافيه كبيره جدا، والموضوع محتاج اللعيبه وكل الناس اللي سمعتنا النهارده تخلي بالها بقى، تخلي بالها من قصه اللحوم، تخلي بالها من قصه الكبده والسجق، أكل السريع، تخلي بالها من المكملات، المكملات وحط محد المكملات، يعني محدش ياخد مكملات ويجي يتكلم بعد كده، المكملات دي منتهية. القصة اللي اتكلم فيها الكابتن حسن مهمة جدا، إن أنت برضو لو الأمور شايف إنها محتاجة مكملات أنت توفر لي مكملات آمنة، وإن كان الدكتور أسامة قال لي مفيش حاجة اسمها مكملات. وقت الفقرة الأولى كده انتهى، لكن أكيد عندنا فقرات مهمة جدا في الأهلي الليلة. أروح لزميلي محمد سعد. شكرا لك زميلي العزيز إيهاب الخطيب، والشكر موصول لدكتور أسامة غنيم رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات. حوار هام جدا في تفاصيل مهمة تهم كل رياضي في مصر في مسألة المنشطات والعوامل الغذائية والمكملات الغذائية وكل ما يهم الرياضيين خلال الفترة القادمة سواء في كرة القدم أو أي لعبة بتمارس، سواء في الألعاب الدولية، الألعاب القارية، الألعاب الإقليمية، وهنا في مصر في تابع للجنة الأولمبية المصرية. الفقرة القادمة فقرة مختلفة لأن عندنا فيها تقارير متعلقة بمسألة عودة الجماهير، وبما إن اليوم الأول من سبتمبر
قرار دكتور أشرف صبحي وقرار رئاسة الوزراء بعودة الجماهير إلى المدرجات في المباريات المحلية ومسابقة الدوري العام. عندنا تفاصيل كثيرة جدا في هذا الموضوع، ما بين تقارير مختلفة في هذا الأمر، رأي الجمهور في مسألة عودته إلى المدرجات، وأيضا رأي الوسط الإعلامي والنقاد الرياضيين في هذا الموضوع. لكن نخرج إلى تقرير في حديث أول لهذا الموضوع، تقرير صوتي على مسألة عودة الجماهير وإحصائيات تاريخية متعلقة بعودة الجماهير خلال الفترة القادمة بدءا من اليوم الأول من سبتمبر. مما لا شك فيه أن كرة القدم المصرية واجهت ظروفا صعبة خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا بغياب الجماهير عن حضور المباريات، لكن اليوم تعود الحياة لطبيعتها بعدما قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعودة الجماهير لحضور المباريات من الملعب. استخدام هذا التعبير ليس بمبالغة، خاصة أن الفترة الماضية كانت تمثل عبئا على كل الأندية المصرية بشكل عام والجماهيرية بشكل خاص بسبب غياب جماهيرنا التي تعد الوقود والمحرك الأساسي للاعبين والأجهزة الفنية. الأول من فبراير عام 2012 صدر قرار بمنع الجماهير، استمرت المدرجات خاوية حتى عام 2015 عندما حاول اتحاد الكرة تغيير الوضع وإدخال الجمهور تدريجيا إلى المدرجات، لكن حدث ما لا يحمد عقباه. توفي 20 مشجعا من مشجع الزمالك خلال مواجهة فريقهم مع إنبي يوم 8 فبراير 2015 بالجولة 20 للدور العام. من ضمن المفارقات الغريبة في هذه الأزمة أن القرار الأول لمنع الجماهير من التواجد في المدرجات كان في فبراير عام 2012، فيما كان القرار الثاني في فبراير 2015. هذا بالإضافة إلى أن آخر مباراة حضرت فيها الجماهير كانت في مواجهة الزمالك مع إنبي، بينما تعود الجماهير للمدرجات لأول مرة منذ فترة طويلة في مباراة الزمالك مع إنبي. اليوم تبدأ الكرة المصرية عهدا جديدا تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. اليوم يعود الجمهور تدريجيا إلى المدرجات بحضور 5000 متفرج لمباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الخامسة للدور العام. أهلا بكم من جديد، وزي ما تابعتوا في هذا التقرير، عودة الروح إلى الجسد. اليوم بداية جديدة وعهد جديد لكرة القدم المصرية من خلال ملاعب بتتواجد فيها جماهير، أي نعم أو صحيح بنسبة قليلة، لكن نتنبأ بإذن الله خلال الفترة القادمة أن يكون هناك عدد كبير جدا من الجماهير كما حدث في المباريات الأفريقية للأندية المصرية، وتحديدا مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، سواء في مباراتي الترجي أو مباراة النجم الساحلي، والختام أمام الوداد البيضاوي المغربي، وأيضا منتخبنا الوطني، ومسك الختام كانت مباراة مصر والكونغو في استاد برج العرب بحضور 80,000 متفرج. إذن المباريات المحلية الفترة القادمة هو الشيء الذي ينقص الكرة المصرية، حضور الجماهير إلى مباريات الدوري العام، وحسنا هذا القرار سيفيد بشكل كبير جدا الأندية الجماهيرية، لا سيما النادي الأهلي الذي يملك ويمتلك أكبر شعبية وقاعة جماهيرية في مصر والوطن العربي. حضور الجماهير إلى الملاعب الرياضية في مصر سيساعد كثير الأندية الشعبية على وجودهم بشكل كبير في المنافسة والتواجد بشكل طيب في الفترة القادمة، وجمهور النادي الأهلي عندما يحضر إلى الملاعب والمباريات سيكون هو اللاعب رقم واحد بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة القادمة. لكن في نفس الوقت واحنا بنستطلع آراء العديد من المسؤولين في هذا الأمر، رأي النقد الرياضي والإعلامي في هذا الموضوع مهم جدا. نخرج لهذا التقرير نستمع فيه إلى آراء الزملاء الصحفيين والنقاد الرياضيين، ثم عودة للحديث في هذا الأمر بعد هذا التقرير. عودة الروح للجسد مش هو غير كده طبعا، جماهير هي عصب كرة القدم، هي اللي بتدي حماس، بتدي متعة، بتخلي اللعيبة تجيب أقصى ما عندها في الملعب، عشان ناس هي كرة للجماهير معروفة، يعني شعار كرة القدم كرة للجماهير. طبعا هتلاقي فرق كبير جدا جدا جدا، لأن انت لما
اي لعيب في الملعب لما يلاقي حد بيشجعه في هجمه ولا في كوره هتلاقي الحماس زاد، هتلاقي المنافسه بقت اكتر، جماهير زي ما كنا بنشوفها زمان بتحمس الفرق يعني اكيد بتدي روح وحماس كبير جدا جدا يعني في الدوري. اهم حاجه بس اللي رايح يشجع عشان فرقته تكسب، مش عشان حاجه تانية، ما يبصش لحاجه تانية، ما يبصش الهتافات اللي بتبقى ضد دي مش حلوه، لا انت رايح تشجع فرقتك، شجع فرقتك وحمس فرقتك ان انت عايز تكسب، عايز تتوج ببطوله مش اكتر، مالكش دعوه بجمهور الخصم، مالكش دعوه بالمنافسين، فرقتك في الملعب حمسها مش اكتر يعني. خلينا بس نسميها بدل عوده الجماهير، عشان انا شايف ان المصطلح ده عمالين نقوله جماهير جماهير، هي عوده الروح لكره القدم، لان هي كره القدم اصلا ما تبقاش حاجه بدون الجماهير. الجماهير هي اللي بتقدر تخليك تحس باللعب الحلو في الملعب، هي اللي بتحفز الفريق، هي اللي بتمثل المشجع الاول ليك. فدي يعني خطوه مهمه جدا اتاخرنا فيها كتير من 2012 من ساعه وقعت مذبحه بورسعيد، واحنا قعدنا نعاني فتره كبيره ان احنا نلعب بدون جماهير، فخطوه مهمه جدا جدا، وبنشكر الدكتور اشرف صبح انه قدر ياخد خطوه زي دي في المرحله دي. اكيد طبعا زي ما حضرتك بتقول او زي ما قلت لحضرتك برضو، ان الجماهير هي اللي بتمثل الدافع للعيبه وهي الحافز ليهم انهم يأدوا في الملعب. الفرق الجماهيريه الاتحاد المصري الاسماعيلي هتستفيد جدا من وجود الجماهير بتاعتها في المدرجات. اهم حاجه يكون في تنظيم جيد للموضوع، بحيث ان انا يكون اقدر احكم العمليه، ما يبقاش عندي تسيف في حته الحضور، البيانات بتاع الجماهير، حتى لو كان في اعتراض على استخدام البيانات بتاع الجماهير، بس دي بتكون مهمه بحيث ان انا اقدر استفيد او اقدر ارجع لها لما يكون في اي حاله شغف في المدرجات. فكره وجود الجماهير مره ثانيه عندنا في مصر، خصوصا الموسم ده بعد ما الدوري بقى بدا يرجع ثاني بقوه اكتر من قبل كده، هتكون فكره جيده جدا، وتنفيذها كمان هيكون موجود ان شاء الله بشكل جيد جدا. قرار كمان وزير الشباب والرياضه وخطاب الانديه بدأنا عن طريق اتحاد الكوره بوجود 3000 مشجع موجودين في الاستاد، و500 كمان من الفريق الضيف، وزائد كمان ال 1500 مثلا طالب الجامعي اللي هيكون موجود، هيبقى شكل كويس جدا، اليه جيده جدا لعوده الجماهير مره اخرى عندنا احنا في الدوري المصري. احنا مفتقدين لده بشكل كبير جدا. الدوري المصري دوري قوي جدا، مش اقل من دوري الخليج. شوف دلوقتي الدوري السعودي عامل ازاي، البادجت بتاعه عامل ازاي، بيتباع بشكل موجود ازاي على الساحه العربيه دلوقتي. انت مش اقل من ده، ينقصك بس تنظيميا ليس اكثر يعني. لو قدرنا بس ان احنا ننظم ده هنستفيد منه بشكل كبير جدا. الفجوه اللي كانت موجوده قبل كده، قبل حل الروابط ما بين الالتراس بجميع بقى انتماءاتها واتحاد الكوره او وزاره الداخليه وزاره الشباب والرياضه، لو ده اتظبط دلوقتي خصوصا بقى بعد حل روابط الالتراس، الموضوع هيكون سلس جدا وما فيهوش اي مشكله. احنا شفنا ده في مطوشه المنتخب 2006، ودلوقتي كمان في 2000 وتصفيات كاس العالم في 2018 في ماتش الكونغو، وغيرها من مطوشه الاهلي او الزمالك وبطوله افريقيا يعني. اهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير وراي النقاد الرياضيين في مساله عوده الجماهير الى المدرجات خلال الفتره القادمه، ولكن الجمهور المعني بهذا الامر ما هو رايه في مساله عودته الى المدرجات من جديد وحضوره لكل مباريات الدوري؟ لان اتفقنا منذ البدايه ان مباريات كاس مصر ونهائي الكاس العام الماضي حضرت فيه جماهير، والمباريات الافريقيه تحضر فيها الجماهير منذ سنوات، لكن مباريات الدوري لاول مره تعود الجماهير بعد سنوات طويله. اذا المعني بهذا الامر هي جماهير كره القدم بشكل خاص. نتابع في هذا التقرير راي الجماهير في هذا الموضوع، ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. طبعاً عودة الجماهير فرحة كبيرة لينا، لأن احنا بنحب نروح الاستاد وبناخد زمايلنا وبنروح الاستاد وبنشجع فريقنا، وده طبعاً بيعود على الكرة المصرية والمنتخب وعلى فريقنا بنتيجة إيجابية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله نرجع نرجع الجماهير تاني ونرجع الاستاد تاني ونشجع فريقتنا ولاعيبتنا بإذن الله. احنا لو بدأنا بكده وإن شاء الله العدد يبقى أكتر وأكتر وأكتر، إن شاء الله يبقى أحسن بإذن الله. اهم حاجه الالتزام، وان شاء الله ان الناس تلتزم وتبقى تتبع تعليمات الامن، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. انا شايف ان القرار هو مفيد جدا رياضيا واجتماعيا. اجتماعيا طبعا احنا بنقول للناس رساله للناس اللي بره ان احنا بلد امن وامان للعالم كله، ان احنا عندنا امان وعندنا لا تعالوا، ان موضوع عدم وجود الجماهير مقلق شويه، لكن طبعا القرار ممتاز
ونتمنى ان الجماهير تعرف يعني ايه ان الناس قالت يلا خشوا وتحافظ على روح الرياضيه. كلنا بنحب اهلي زمالك اسماعيلي مصري، كلنا مصريين نشجع فرقتنا وبس، لكن بلاش نعدي اكتر من كده. احنا بقالنا كتير ما رحناش، لكن يعني الواحد بيروح لمصر مثلا يتفرج على ماتشات مصر بيبقى رايح لمصر، لكن انا عن نفسي مش عايز اقول انا نادي ايه، بس انا بحب النادي بتاعي وبروح بسقف مع اللعبه الحلوه، ولو الفرقه التانية جابت جون كويس انا بسقف، لان المفروض الرياضه كده غالب ومغلوب، روح رياضيه. انا النهارده مغلوب بكره هكسب اكيد طبعا. يعني مثلا جماهير الاسماعيلي جماهير المصري القريم اللي هي بتحب الكوره دي لو التزمت صح هيبقوا 10 و15 ويبقى خلاص المدرج بتاعكم، وده حاجه جميله قوي، ويريت تتمنى ان احنا ان نتحسن في المستقبل. مباراه غير جماهير ما تنفعش، لازم الجماهير ترجع، لازم الجماهير ترجع. انا شايف لو حتى يخلوها 20,000 جماهير مباراه من غير جماهير مالهاش روح، لازم يلتزموا يكون في تفتيش وتدقيق. اهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير وهذه التقارير المجمعه في مساله عوده الجماهير، بما ان النهارده اليوم الاول من سبتمبر لتنفيذ هذا القرار. لكن يحضرني في هذا الشان معلومه مهمه جدا، ان النادي الاهلي هو النادي الاكبر والاول صاحب اعلى قاعده بيانات في مساله حضور الجماهير لمباريات الدوري، وهذا القرار الذي اتخذ منذ فتره طويله لحضور الجماهير في الفتره القادمه، وكل المباريات التي اقيمت وقام النادي الاهلي بتنظيمها سواء على المستوى الافريقي او حتى خلال الفتره القادمه بالنسبه للمستوى المحلي، الحمد لله الجماهير ستحضر بشكل جيد جدا. الفقره القادمه فقره مختلفه، فقره مهمه الجميع بينتظرها يوميا من خلال برنامج الاهلي الليله، فقره الاعلامي القدير الاستاذ شريف فؤاد بالتاكيد للحديث حول لائحه النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي، وفي ضيافته دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي للحديث حول الفتره القادمه قبل غلق باب الاقتراحات باذن الله يوم 9 سبتمبر الجاري، مع انعقاد الجمعيه العموميه غير العاديه باذن الله يوم 28 سبتمبر الجاري. لكن قبل هذه الفقرة الهامة نخرج إلى تقرير هام جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي للحديث حول كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر خلال الفترة القادمة، ثم بعد هذا التقرير الفقرة الحوارية الثانية للإعلامي القدير الأستاذ شريف فؤاد. جماهير عمال النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، خلينا في الاول طبعا نتفق ان النادي الاهلي دايما سباق، النادي الاهلي اول من نادى بلائحه النظام الاساسي، اول من نادى بعدم التدخل الحكومي، اول من نادى باتباع النطاق الاولمبي، وده بدايه من 2006. يمكن كانت اول لائحه على مستوى الانديه كانت طرحت 2014 في عهد مجلس كابتن حسن حمدي اللي هي ولم يتم اعتمادها من الجهه الاداريه في هذا التوقيت. اللائحه الثانيه طرحت 2017 المجلس السابق ونفس القصه برضو لم يتم اعتمادها من الجهه الاداريه. كان من ضمن البرنامج الانتخابي لمجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي لازم يكون هناك لائحه نظام اساسي معتمده تقدم لاعضاء النادي الاهلي او عائله النادي الاهلي خلال سنه، وده بالفعل طبعا في خلال الفتره اللي فاتت يمكن في 102 بند او 102 وعد انتخابي تم طرحهم في برنامج عائلة النادي الأهلي، ورئيس النادي ومجلس الإدارة حاملين على عاتقهم اللي هو ينفذ البرنامج الانتخابي بالكامل. طيب من ضمن البرنامج الانتخابي هذه اللائحة، لائحة النظام الأساسي أو عايزين نقول دستور النادي الأهلي، من أول يوم تم تكليف لجنة برئاسة المستشار محمود فهمي، وطبعا احنا له كل الشكر وكل التقدير على ما بذل من اللجنة وما قدمته من اللجنة للوصول لهذا المشروع، مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وما بنقولش اللائحة احنا بنقول مشروع اللائحة، مجهود طبعا يشكر عليه. هذا المشروع تم طرحه للمناقشة، احنا النهاردة ابتدينا ناخد خطوات جدية فعلا، الحمد لله احنا سعداء جدا جدا بتفاعل أعضاء الجمعية العمومية معانا اللي هم فعلا بيقرروا مصيرهم. وانت لو هتشوف الشعار بتاع النهاردة لائحة النظام الأساسي أعضاء الأهلي يقررون مصيرهم أو يقررون مستقبلهم، زي ما انت شايف احنا اتبعنا خطوات معينة. ابتدينا في فترة العيد لأن كان فترة أجازة، ابتدينا في فترة العيد بميل تم وضعه على المواقع الرسمية وهو ميل شارك، أعلننا عنه سواء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو
في الثلاث فروع عن طريق لوحه الاعلانات. الحمد لله رب العالمين. اللي ساعدنا اكتر اللي في خلال اجازه العيد فوجئنا بمشاركه فعلا فعاله، يمكن وصل لنا اكتر من 102 اقتراح في هذه الفتره. 102 اقتراح على الفور كانت اللجنه المركزيه برئاسه الكابتن محمود الخطيب دي منعقده بصفه مستمره. طرحنا 102 اقتراح، ال 102 اقتراح اصبح فيهم 75% متفقين على بنود مواد معينه على الفور، تم طرحها على اللجنه المركزيه اللي حولت من القانونيه. راينا في ايه؟ فالناس لسه لغايه دلوقتي مش مستوعبه اللي احنا فعلا عايزين المشاركه الحقيقيه، وفعلا احنا بنحترم كل الاراء لان احنا عايزين لائحه تليق بالنادي الاهلي، بتحدد فيها كل قيم ومبادئ النادي الاهلي، بيشارك فيها كل عائله النادي الاهلي بمفهومها بمصطلح لفظ العائله او مصطلح كلمه عائله. فعلا احنا عايزين كل الاعضاء تشارك، كل الاعضاء على مستوى النادي الاهلي بفروعه الثلاثه، عشان خاطر برضه لازم الناس، النادي الاهلي النهارده هو المظله الكبيره، هو الاسم الكبير اللي احنا كلنا موجودين داخله، وكلنا بنفتخر وبنتشرف اللي احنا ننتمي للنادي الاهلي. ويمكن النهارده اكتر احنا بيزيدنا شرف اللي احنا بنشتغل في النادي الاهلي، وبيزيدنا شرف اللي احنا بنخدم اعضاء الجمعيه العموميه وبنخدم جماهير النادي الاهلي. فهذه هذا المشروع او مشروع لائحه النظام الاساسي حطينا له تصور معين للمشاركه، وقدامنا لغايه وقتنا هذا لغايه يوم 9/9 اللي كل اعضاء الجمعيه العموميه من حقهم يدلوا بمقترحاتهم ويوصلوا مقترحاتهم اللي احنا على الفور بنبدا نترجمها على طول. في مقترحات بننفذها لانها هي مطابقه للقانون ومطابقه للميثاق الاولمبي ومطابقه في نفس الوقت لمبادئ النادي الاهلي، فعلى الفور اللجنه المركزيه بتحولها او بتدي توصيه للجنه القانونيه اللي هي لو وافقت عليها او شافت اللي هي فعلا في ممكن نعيد صياغه، ممكن نضيف كلمه، ممكن نزود بند، يعني زي ما انت شفت النهارده كان في لغط كتير جدا اللي ما فيش لجنه تظلمات على الفور، ودي حقيقه لان الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، المشرع اداك الفرصه النهارده اللي انت تشارك، عشان كده قلناها مشروع. النهارده اول لما نزل حطينا على طول على الفور اخذنا قرار بوجود لجنه تظلمات اضفناها على الفور، حددنا لائحه الجزاءات او لائحه العقوبات عشان ما تبقاش برضو مسموحه او مفتوحه للمجلس الاداره. انت بتعمل حاجه النهارده تدير النادي الاهلي سنوات، احنا النهارده موجودين بكره احنا مش موجودين، ودي سنه الحياه. كان قبلينا ناس موجوده افاضل ومحترمين وهم اللي علمونا وهم اللي ربونا، وبعدين هيجي ناس برضو افاضل واخوه هيستمروا وهيكملوا وهيضيفوا احسن مننا اكيد ان شاء الله. فعشان كده احنا اول خطوه اخذناها الميل اللي هو شارك. النهارده الخطوه الثانيه اللي احنا عملناها اللي احنا فيه وجود ثلاث منافذ للاعضاء الجمعيه العموميه في الثلاث فروع، عشان خاطر الاعضاء يتفاعلوا يبداوا يتفاعلوا مع اللائحه. بالفعل احنا برضو الحمد لله رب العالمين، انا بقول لك اعضاء النادي الاهلي دايما لازم بيفاجئوك الحمد لله بالحاجه اللي انت مش متوقعها. يعني احنا كنا عاملين حسابنا اللي ممكن هيبقى فيه اقبال، بس بالزياده دي الحمد لله احنا يعني حاجه جميله جدا، وانا بشكرهم على تفاعلهم. احنا امبارح بيدوني التقرير في اخر اليوم، يمكن اول يوم احنا اتكلمنا فيه امبارح، التقرير اخر اليوم فيه 400 اقتراح من اعضاء اهل الجزيره، فيه 400 اقتراح، فيه 600 اقتراح من اعضاء اهل مدينه نصر، الشيخ زايد دخلنا وصلنا ل 150 اقتراح او 200 اقتراح. فانت النهارده فوجئنا بتفاعلات كتير جدا جدا. النهارده احنا كلفنا اداره المتابعه عندنا اللي هي بتعمل حصر للاقتراحات، لان خلي بالك احنا كلنا بنتفق يمكن اغلبيتنا على اقتراح او اثنين او ثلاثه. اللائحه بتضم 129 بند، ال 129 بند الكل الكلام في حوالي 10 او 8 بنود، الثمان بنود منهم الشق الاكبر وهو الشق الخاص بالعضويات. الشق الخاص بالعضويات احنا عاملينه ومتابعينه وشايفينه كويس جدا، يمكن في لجنه صياغه ان شاء الله برضه هتبقى برئاسه المستشار محمود فهمي، هيبقى فيها من عظماء القانون اللي موجودين سياده المستشار اسامه قنديل، سياده الوزير مجدي العجاتي، وقامات اخرى دي هتبدا على الفور اللي هي بتصيغ اللائحه بقى بالشكل النهائي بتاعها، اللي احنا بعد يوم 9/9 هيبقى في لجنه صياغه، هيبقى في لجنه خبراء بتجمع كل الكلام دوت، وبتشوف ايه اللي النهارده الشكل العام او الدستور النهائي للنادي الاهلي اللي هو هيطرح بقى عشان اعضاء النادي الاهلي تدلي باصواتها عليه. دي حاجه. الحاجه المهمه اللي احنا بنتمناها طبعا، اتمنى المشاركه الفعاله سواء بالايجاب او بالرفض، وافق او من غير موافق، بس شارك وانزل ويبقى موجود معانا ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه 28/9. هيبقى يوم احتفاليه جميله جدا، هيبقى يوم عرس للنادي الاهلي اللي هو بيحدد لائحته اللي بيسعى فيها من 2006. مش معقول النادي الاهلي النهارده
دايما سباق، واول واحد كان بينادي من 2006 بهذا الكلام. ويمكن ساعتها كانت الناس بتهاجم النادي الاهلي لغايه لما الناس اصبحت قال لك لا ده النادي الاهلي على حق، بس متاخر جدا. النهارده طب ما قانون الرياضه اتعمل وبقى في قانون للرياضه مستقل، وفي النهارده بقى في اللجنه الاولمبيه هي المظله الاساسيه للرياضه، وفي النهارده جمعيه عموميه بتحدد مصيرها، مش مقول النادي الاهلي النهارده الجمعيه العموميه بتاعته لم تكتمل، لا انا النهارده احنا بنراهن الجمعيه العموميه بتاعته هتكتمل وهتبقى هي هتبقى في الصداره، وخصوصا احنا عارفين اعداد قبل كده في نادي هليوبوليس ونادي الجزيره، فالنادي الاهلي دايما بيبقى هو الرائد في القصه بتاعته في الشكل العام اللي ان شاء الله باذن الله، وبنراهن زي ما بنراهن على جماهيرنا، بنراهن على اعضاء الجمعيه العموميه بتاعتنا اللي هو بقى متواجدين. فانت النهارده اللي انت شفته النهارده بره في النادي في مشاركه على مستوى 3 فروع، احنا منتظرين اقتراحات اكتر. بكره يمكن في اجتماع لجنه مركزيه ان شاء الله باذن الله برئاسه الكابتن محمود الخطيب عشان ندرس مجموعه الاقتراحات. احنا خلصنا درسنا اقتراحات على طول، اللي بيخلص بندرسه بنعرضه على اللجنه القانونيه، اللجنه القانونيه اللي عدلت صياغه او شافت لا هو ده يفضل زي ما هو، بنعرض على مجلس الاداره اللي هو هيبقى يوم الاثنين ان شاء الله عشان خاطر نعتمد. هي خطوات ومراحل عشان خاطر تبقى الناس عارفه متاكده اللي هناك شفافيه وليس هناك اغراض خاصه، احنا بنخدم لمصلحه النادي الاهلي فقط لا غير. طبعا يوم 28 ده هيبقى ليه ترتيبات ثانيه. انا بس قبل ما اروح للنقطه دي انا عايز اقول لك برضو الشباب اللي واقفين على المنافذ اللي انتم شايفينها اللي بتقول شارك، هؤلاء الشباب دول شباب النادي الاهلي اللي هم فعلا فخر لينا وفخر للنادي الاهلي اللي انت ما عمرهم ما بيتاخروا عليك، وبيشاركوا معاك تنظيم بطولات، بيشاركوا التحركات، بيشاركوا. هو ده برضو عشان بس يبقى عارفين من ضمن البرنامج الانتخابي اعداد الكوادر الشبابيه اللي هتدير النادي واللي هتستلم مكاننا الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، هم دول مستقبل النادي الاهلي. فدي برضو انا عايز قبل ما اخش ليوم 28، طبعا يوم 28 ليه ترتيبات مختلفة تماما، واللجنة المركزية برئاسة الكابتن خطيب يعني عايز اقول لحضرتك اللي هم حاملين على عاتقنا احنا مسؤولية ازاي هذا اليوم يبقى كافة اعضاء الجمعية العمومية متوفر ليهم سبل الرحم وخاصة كبار السن. طبعا الهاجس اللي احنا شفناه في الجمعية العمومية الأخيرة عشان خاطر الانتخابات والإقبال اللي كان بزيادة واللي حصل كان في تدافع وفي فاحنا هنتلافى ان شاء الله باذن الله كل الكلام دوت. فاحنا عندنا ان شاء الله اجتماع بكره بنختار بين مكانين ايهما افضل ان شاء الله هنقرره، هنبدا نعمل الشكل العام او الخريطه العامه لعضو النادي الاهلي، هنعلنها في الموقع الرسمي للنادي وهنعلنها في قناه النادي الاهلي، بحيث النهارده العضو هينزل ازاي هيتحرك من بيته، هيتوفر فيه وسائل مواصلات هتبقى من اهل مدينه نصر، وسائل مواصلات من اهل الجزيره. هنشوف الخطوه اللي جايه ان شاء الله لو احتاجنا او الاعضاء احتاجت وسائل مواصلات اللي هو يجي من البيت عشان خاطر يدي بصوته ويرجع تاني، ده هيحصل ان شاء الله باذن الله. احنا هنوفر كافه سبل الراحه للعضو اللي هو يدلي بصوته موافق او غير موافق. احنا ما بنقولش موافق فقط، احنا بنقول موافق او غير موافق، انزل شارك في جمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي اللي بتحدد فيها لائحه النظام الاساسي الفتره اللي جايه. الخطه بالكامل اول ما تعتمد من اللجنه المركزيه ان شاء الله هتعلن، اول حد هيعلن عنده موقع رسمي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي عشان خاطر يبقى الناس مستوعبه كويس قوي او اعضاء الجمعيه العموميه مستوعبه كويس قوي اللي انت بتوفر سبل الراحه ليك. وهرجع اقول تاني، انا لسه كنت بتكلم مع الساده الافاضل اللي كانوا موجودين عندي في المكتب، انت على مستوى النادي ما بتفرقش بين الفروع، ما بتفرقش بتقول اصل النادي الاهلي ده المقر الرئيسي واصل مدينه نصر مش او الشيخ، لا انت على مستوى النادي الاهلي حامل على عاتقك اللي كل حاجه بتتعمل لكل الاعضاء اللي هو النادي الاهلي، احنا كلنا تحت برضه هرجع اقول تاني مظله النادي الاهلي، هرجع اقول تاني عشان الناس ليه 9-9 برضه، طيب احنا كل خطوه بنعملها دي خطوه ملتزمين بيها بالقانون، النادي الاهلي بيلتزم بالقوانين وبيلتزم باللوائح، النهارده عشان تعلن عن جمعية عمومية غير عادية لها إجراءات، مجموعة إجراءات، هذه الإجراءات تتمثل نمرة 1 في قرار مجلس إدارة بتحديد الميعاد، نمرة 2 إعلانها في جريدة رسمية واختار اللجنة الأولمبية بميعاد الجمعية العمومية الغير عادية. طيب نمرة 3 وهذه الإعلانات يجب أن تكون من 45 يوم ل 30 يوم. احنا التزمنا بهذا الوقت وأعلنا يوم 24/8 في الجريدة الرسمية الجمعة 24/8، اختارنا اللجنة الأولمبية المصرية بميعاد الجمعية العمومية العادية الغير عادية لاعتماد اللائحة يوم 25/8. النهاردة عندنا لغاية يوم 9/9 استقبال اقتراحات، لأن بداية من يوم 9/9 حتى يوم 13/9 هتبدأ لجنة الصياغة تصيغ الشكل النهائي لهذه اللائحة. بعديها هيبدأ من 13/9 إن شاء الله بإذن الله هناك لجنة تسمى لجنة الخبراء لمراجعة
هذه اللائحه بالكامل، ثم هذه اللائحه لازم تدخل للطباعه عشان مطلوب مننا كاداره تنفيذيه تسليم هذه اللائحه في ايد اعضاء الجمعيه العموميه، وتتم عرضها في الموقع الرسمي ويتم عرضها في انحاء الرجاء النادي ثلاث فروع بالكامل يوم 20/9 قبل انعقاد الجمعيه بثمان ايام. فكلها عشان كده مواعيد مرتبطه بالاجراءات القانونيه ومواعيد مرتبطه باللوائح المنظمه في هذا الشان. عشان خاطر تقول لي احساسك ايه انت بتشارك من اهم، لا قول لي انت احساسك ايه اللي انت مدير النادي الاهلي، احساسك ايه اللي انت ابن النادي ومتربي فيه والناس دي كلها من وانت صغير هي اللي مربياك. ده يعني انا شرف لاي حد يبقى موجود فيه، وشرف اكتر ان انت بتشارك في احداث. يمكن بقول للناس احنا واحد، انا واحد من الناس كنت محظوظ ان انا شاركت في احداث كتير فعلا كانت لها علاقه بتاريخ النادي الاهلي، وانا بفتخر بهذا الكلام. يمكن بيبقى في حمل على عاتقنا وضغط شغل جامد، لكن بنفتخر ان احنا فعلا بنشارك في احداث وبنشارك في قرارات هامه مصريه من وانا صغير. وده كان اول شرف كان يعني او ثقه كان كابتن حسن حمدي اداها لي، او يعني وانا كنت اتمنى ان انا كنت ادي هذه الثقه. ونفس القصه برضو النهارده دي ثقه اعطاها لي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، وده شرف ليا برضو وشرف لاي حد شايف في النادي الاهلي اللي هو بيخدم النادي الاهلي. فطبعا النهارده ما تشارك كمان بقى في لائحه للنادي الاهلي، ممكن بقى اولادك ان شاء الله هم اللي يحكوا عليها والكلام ده كله، فربنا يكرم ان شاء الله للجميع. عشان كده بقول اعضاء جمعيه عموميه كلكم شاركوا ان شاء الله لو بحرف. عايز اشيل من دماغ الناس اصل مفيش حاجه تتغير. انا قابلت يمكن ناس كبار السن اول امبارح في حمام السباحه بيمارسوا الرياضه الساعه 7 الصبح، فبكلم الناس قال لك يا عم انتوا عملتوا اللائحه مفيش حاجه تتغير. اما دخلنا في نقاش لقيت في ايجابيه، قال لك احنا هنعمل الاقتراحات بكامله وهنجيبها لك. انا ما بقولكش النهارده تعالى غير، انا بقول لك النهارده شارك لو بحرف، النهارده قول رايك. لو انت شاركت النهارده هتعيش بعد كده كل فتره هتلاقي اللائحه دي بتنفذ او بتساهم في اعلاء شان النادي الاهلي، هتبقى انت فخور ان انت شاركت فيها. فعشان كده ما تحرموش نفسكم من المشاركه، لا شارك وقول رايك وتحرك في جميع افرع النادي في اي مكان صوتك بيوصل لنا، واحنا الحمد لله رب العالمين بنترجمه لان احنا كلنا ابناء النادي الاهلي. إذا كان الحقيقة من حق جمهور الأهلي العظيم أنه يسعد ويفخر بانتمائه للنادي الأهلي نادي القرن، فمن حق أيضا الجمعية العمومية بأعضائها أن تفخر وتباهي أيضا بكونها جزء من هذا الكيان اللي بيقود مجالس إدارات الحقيقة على مر التاريخ. قدمت القدوة والمثل في كيفية الحفاظ على هذا النادي والارتقاء به ووضعه دايما في مصاف الأندية مش بس المصرية، بالتأكيد العربية والإفريقية والإقليمية وقريبا العالمية بإذن الله. ربما يكون مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب شاهدت فيه مجروحة، لكنه يواجه الآن الحقيقة أو محمل بأحلام وطموحات للأهلوية، أحلام عظام وتحديات أيضا جسام، لأنه هذه المرحلة التاريخية هي مرحلة فارقة في تاريخ الرياضة المصرية وفي تاريخ النادي الأهلي، ما بين الارتقاء بالنادي ووضعه في مصاف في الأندية العالمية والحفاظ على قيمه وثوابته في ظل تحديات كبيرة جدا. بالتأكيد لائحة النظام الأساسي اللي احنا بنقول عليها دستور النادي الأهلي، وهذا مشروع وليس اللائحة، هذه مسودة أولى للائحة النظام الأساسي طرحت للمناقشة. ما يجعلك فخور الحقيقة بحالة الحراك اللي بتدور الآن في النادي الأهلي إنه هذا أمر غير مسبوق لم يقدم عليه أي نادي. أعضاء الأهلي تلقفوا هذه النسخة أو مسودتها في شكلها الأولي اللي طرح الحقيقة، والكل أدلى بدلو بند بند أو مادة مادة بكل بنودها، لأنه أحيانا الحقيقة المادة فيها أكثر من بند يسعدك ويدهشك في آن واحد أنه أعضاء النادي الأهلي بيشاركوا بمقترحاتهم في لجنة مركزية بتستقبل هذه الاقتراحات، بتدرسها بتشوفها مطابقة مع الدستور والقانون والميثاق الأولمبي ولا لأ. لائحة الصياغة برئاسة القانوني والمستشار الكبير محمود فهمي اللي تجتمع بكرة بتعدل بالتوازي، بتطرح على مجلس الإدارة ليقر هذه التعديلات، وبالتالي لائحة النادي الأهلي لا يتم إعدادها
في غرف مغلقة ولكن يتم إعدادها داخل عائلة النادي الأهلي. الكل يشارك لأنه ليس هناك ما يخفيه مجلس الإدارة ولا إدارة النادي الأهلي، ولكن الأمل والطموح هو إعداد دستور ولائحة نظام أساسي تليق بالنادي الأهلي. إلى أين وصلنا؟ ما هو المستهدف خلال الأيام المقبلة؟ ده اللي هنتعرف عليه حالا في هذا اللقاء، بعد أن أرحب بحضراتكم في لقائنا المعتاد لمناقشة لائحة النظام الأساسي. اليوم معايا شاب واعد عضو مجلس إدارة الحقيقة يشار لي بكثير من الاهتمام لخلقه ولعمله داخل المجلس، دكتور مهند مجدي، برحب بيه. اهلا وسهلا دكتور مهند. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. انا خمس ساعات في اجتماع اللجنه اليوم من واحده الى سته، يعني صحيح. كابتن محمود خطيب افرج عننا الساعه سته، وهم اعتقد استكملوا بعدنا، يعني هم استكملوا بعدنا. عندك قدره لسه تناقش معايا يعني لمده 40 دقيقه كده بعض بنود اللائحه والاخبار؟ طبعا. ايه احنا على قد التعب والمجهود اللي كان النهارده واللي بقاله مده طويله جدا داخل في شهر، لكن كله يهون عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر الجمعيه العموميه وعشان خاطر دستور النادي الاهلي. ويمكن حضرتك النهارده الكابتن محمود ما انساش كلمته لما قال انا سعيد جدا بالحراك اللي كان حاصل في الاجتماع وقتها مع مختلف الناس اللي كانت موجودة، اللي ناتج عن المقترحات الكبيرة جدا اللي جت من أعضاء النادي الأهلي. فهو قال النهاردة أنه أنا سعيد بأن كان قرارنا كمجلس إدارة بأن احنا نصنع الحالة دي، كان هو اقتنع أنه هو ده كان فعلا الأفضل، مش زي ما ناس كتير كانت بتقول أنه ليه، طب ما ليه اللائحة فيها كلام، طب ليه نسيب فرصة للكلام، ليه القصة دي كلها. فاحنا بنقول احنا تجاوزنا خلاص المرحلة دي، بل بالعكس نبتدينا نحس بمدى إيجابية خطوة أو قرار زي ده نتيجة من ردود الأفعال الغير متوقعة أو المتوقعة. طبعا مفيش حاجة على الجمعية العمومية غريبة، وبيبهرنا طبعا بأدائها كل مرة، لكن فعلا التوقعات كانت مبهرة جدا. يعني خلينا نوه بس يا دكتور مجدي، دكتور مهند، أنه ما يعرض على الشاشة الآن هو ورشة عمل للجنة شؤون العضوية اللي بيرأسها الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة، ومعاه الأستاذ طارق أنديل، وحاضر أنا شايف هو محمد الجرحي مع حفظ الألقاب والزملاء الموظفين في شؤون العضوية والمدير المالي أيضا. صحيح. لعرض مقترحات السادة الأعضاء. صحيح. والحقيقة أنه الزملاء هم الأكثر احتكاكا بأعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي بتبرز كتير من المشاكل. اقترحوا أمور كثيرة جدا اللجنة درستها النهاردة، وبيستكملها الآن الحقيقة حد معلوماتي الأستاذ إبراهيم الكفراوي والأستاذ طارق أنديل مع الزملاء المسؤولين عن هذه اللجان علشان تكون المقترحات جاهزة يعرضوها على اللجنة. في المفترض أن الاجتماع بدأ بقى الساعة واحدة، ربما الزملاء لو عندهم صور هيعرضوها برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وحضور كبير طبعًا جدا لاعضاء مجلس الاداره واعضاء اللجنه. لا هو اسمح لي حضرتك، اللي بيحصل ده هو لاول مره يحصل في النادي، ان اللجان اللي بتشكل بتقعد مع جميع شرائح وفئات الناس اللي هي الجمعيه العموميه او كمان العاملين في النادي والموظفين اللي جزء منهم جه برضو اعضاء بالمناسبه، فبالتالي هم اكتر ناس لامسين مدى المشاكل. وده اللي احنا جايين النهارده نتكلم فيه، بنوجه رساله للجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه، ان لما في بعض المشاهد او المواضيع اللي بتطرح هتخليك يبقى في تلتمس العذر لحاجات كتير جدا من اللي بتحصل، لان العمليه معقده جدا والموضوع مش سهل اللي احنا بنتكلم فيه. يمكن ده حضرتك اللي بتعرضه ده الاجتماع اللي اقصده هو اللي بدا الساعه 1 بالدقيقه. صحيح. كابتن محمود الخطيب بعد اداء صلاه الظهر مباشره بدا الاجتماع واستمر الى ما بعد السادسه، يعني غادرنا انا وحضرتك. صحيح. والزملاء مجتمعين. اتفضل يا طبعا. استكمالا برضو لمجموعه الاجتماعات دي، كان زميلنا في المجلس الاستاذ محمد الجرحي اجتمع بالاداره الماليه، دي اللي كان اللي قبلها كانت الإدارة الاشتراكات. وانت عارف ان دول اكثر ادارتين حساسين جدا ومرتبطين جدا بالاحتكاك المباشر مع الاعضاء. انا حضرت ورشه عمل مع اللجنه العليا عن المسؤوله عن اللجان، وكمان مع رؤساء اللجان المتطوعين اللي في النادي، اللي هي لجنه الرواد ولجنه المسؤوليه المجتمعيه ولجنه الشباب ولجنه المراه.
فده كان برضو في مدينة نصر عادنا نطرح فيها مناقشات حوالين اللائحة، وكمان هنبتدي في مع كل لجنة على حدة استقبال مقترحاتهم اللي هي ناتجة عن الاحتكاكهم بكل لجنة في اختصاصاتها. فطبعا ده موضوع كبير جدا عشان نبقى غطينا أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية بالاتصال المباشر معهم. خليني أقول لحضرتك أن الورقة اللي كانت على الشاشة حالا واللي ما احنا معنا كمان أنا وحضرتك نسخة منها، الحقيقة هذه مجموعة من مقترحات السادة الأعضاء اللي تم صياغتها بين الصياغة اللي موجودة في المشروع في المسودة وبين المقترح للتعديل. يعني الحقيقة بدءا من مادة السادة الأعضاء، يعني لو الزملاء الحقيقة مشكورين، ده النموذج الحقيقة اللي بيصل من السادة الأعضاء، وبعدين الزملاء في الإدارة اللي بيساعدوا اللجنة بيحطوا النص الأساسي اللي في اللائحة، ثم اللائحة البند أو النص المقترح تعديله بيتم دراسته، وحضرتك هتحكي لنا بقى وارجعوا للقانونيين لمدى مطابقته بالدستور القانون بالميثاق الأولمبي. إيه اللي حصل النهاردة في اجتماع اللجنة دكتور محمد؟ طبعا هو اللي حصل إن مجموعة المقترحات اللي احنا كنا بنناقشها النهاردة في اللائحة هي تعتبر مرحلة تانية من التغيير. في مرحلة أولى تمت من التغيير عبارة عن 6 أو 7 مواد من مشروع اللائحة. صحيح. تم واللي كان عليهم أكتر تعليقات من أعضاء الجمعية العمومية، أكتر من 75% من التعليقات كانت على 6 أو 7 مواد دي تمت تعديلها. احنا شغالين على التوازي بان هذه المواد اللي تم تعديلها بناء على اقتراح اعضاء الجمعية العمومية بيتم حالا صياغتها عن طريق الناس القانونيين، وعلى التوازي بيتم النظر في مجموعة مقترحات اخرى اللي هي كانت النهاردة برضو لاكثر من 7 أو 8 مواد من المشروع اللائحة بيتم النظر في مقترحات الأعضاء والنظر في مدى قانونية المقترحات ومدى إمكانية تعديلها إذا كان دستوريا أو قانونيا أو كذا، وبناء عليه هيتم عرضها على مجلس الإدارة يوم الاثنين إن شاء الله عشان كمان يتم اعتمادها والنظر في بنود أخرى ومواد أخرى. يعني مجلس الإدارة واللجنة الأساسية في لجنة اللائحة في حالة انعقاد دائم حتى ومجلس الإدارة عشان ما يبقاش في أي معوقات بأن احنا يبقى في سرعة في خلينا ندي للمشاهدين والأعضاء النادي فكرة عن اللي بيدور بشكل أكبر بدون إغراق في تفاصيل يا دكتور مهند. طبعا. يعني كان في مادة تتعلق باجتماع الجمعية العمومية العادية واختصاصاتها. طبعا. موضوع رفع عدد الأعضاء، انتخاب أو تعيين مراقب الحسابات من قبل مجلس إدارة واعتماده. طبعا. من قبل الجمعية العمومية. طبعا. الجمعية العمومية هي اللي بتعتمد. وصلنا كمان لموضوع يتعلق مازال شاغل الناس، انتوا ليه بتحجروا على أعضاء الجمعية العمومية بفكرة تعيين 2 بعد الانتخابات؟ صحيح. هل ده لسه مطروح هيتم تعيين؟ وإيه الفكرة؟ إيه الفلسفة لطرح هذا المقترح؟ والله هو في الأول كانت الفلسفة إن إحنا كلنا لينا وجهات نظر وكل وجهات النظر صائبة، ولكن في الأول في الآخر الجمعية العمومية بمقترحاتها وبرأيها وبرأي الأغلبية هو اللي بيرجع. إحنا كنا بنقول إن إحنا عايزين يبقى في تعيين في مجلس الإدارة نظرا لان احنا ممكن يكون مجلس الاداره محتاج ان هو يستعين ببعض الكوادر اذا كان مجلس الاداره ينقصه كادر من هذه الكوادر اذا كان في الناحيه الماليه او في الناحيه القانونيه او ما الى ذلك، وده كان التوجه. بالاضافه كمان الى موضوع السيده المراه، يعني ان التعيين كان في تعيين كان بهدف يا اما استكمال بعض الخبرات الناقصه اللي ممكن الانتخاب ما ياتيش بيها وتوفير مكان لسيده لضمان ايضا تمثيلها بشكل مشرف في المجلس. بالضبط. لكن جت لنا ردود ودي نيه محموده، يعني حقيقه توجه محمود يعني. بالضبط. ولكن جت لنا مقترحات كثيره من اعضاء الجمعيه العموميه اللي قدموا باعداد مخيفه جدا بيطلبوا ان احنا نرفع الماده دي ان احنا ما يبقاش في تعيين، وحتى كمان وجود سيده او الزام المجلس بوجود سيده ده في وجهات نظر بتقول ان ده انتقاص من قدر السيدات بان احنا لا المفروض ان هي لو سيده وفي مساواه وتمييز فهو ان هو ده دستوريا ممكن ما يبقاش مطابق، وان بل بالعكس ان السيده هي لو صاحبه كفاءه وان هي تبقى تقدر تكون موجوده ومش شرط انها تكون
وفرد واحد بس مجلس إدارة ممكن يبقى كذا سيدة موجودين بناء على كفاءتهم وبناء على قرار الجمعية العمومية بوجودهم. فطبعا البند ده مطروح للمناقشة وحيتم بإذن الله القرار، يعني القرار الصيغة النهائية اللي هتكون في اللائحة بناء على أن احنا منتظرين الجانب الدستوري في الموضوع ده، لأن كمان في ممكن يحصل مشكلة في آلية التنفيذ ده. يعني على سبيل المثال لو كان في الزام على المجلس بتعيين سيده، ازاي هنطبق ده في الانتخابات؟ هل هتعمل حاجه مقعد للسيده وبذلك انت هتبقى تظلمها بانك تحجمها في كرسي واحد، ولا هتخليها هتخلي مثلا في الجمعيه العموميه يحصل مثلا ان عضو يحصل على اصوات مثلا 10,000 او 15,000 صوت ولكن ما يتخذش لان في مقعد للسيده، وتكون السيده دي جايبه عدد اعضاء عدد اصوات اقل، فبالتالي هنا دستوريا او قانونيا ممكن هيبقى في مشكله. فده كان طبعا نيه محموده من مجلس الاداره بان هو يبقى في مقعد للسيدات او ان يبقى في تعيين عشان التخصصات. يعني اذا جت سيده بالانتخاب او اثنين نقدر نحط كمان سيده في بالتعيين. بالظبط كده. فهذه الماده دي لسه طبقا للمقترحات تحت النظر، وبنسال فيها في الامور الكافيه. هيحسمها القانون كده، هيحسمها القانون وهيتم اعضاءها هنحطها على اللائحه. لكن اعضاء الجمعيه العموميه واضح ان هم على وعي كبير في الامور اللي زي دي، نتيجه ان هم حتى الشيء المحمود هم لا لازم نبقى لا قانونيين وملتزمين بما نص عليه الدستور. طيب الماده 45 كانت بتتكلم عن فكره الغاء بند او وضع بند للثمان سنوات بالنسبه لرئيس النادي فقط. صحيح. انه لا يجوز لي الترشح لاكثر من فترتين بثمان سنوات، وفي اصرار انا لمسته. صحيح. وكلنا لمسناه من الكابتن محمود الخطيب على وضع على هذا البند. صحيح. لكنه النهارده استجاب لرغبه اعضاء الجمعيه العموميه ب دراسة هذا المقترح، وخليك تقول لنا تفاصيله ايه. صحيح. احنا طبعا المقترح كان ان احنا يبقى رئيس النادي يبقى فتره الترشح تبقى على دورتين، ما يقعدش اكتر من 8 سنين، ما يقعدش اكتر من كده. وده كان اقتراح مجلس الاداره، والكابتن الخطيب كان طبعا متحمس لده نتيجه لان هو عايز يدي الحق للجمعيه العموميه في اختيار ده. ولكن احنا يعني اتفاجئنا برد فعل الجمعيه العموميه او الناس اللي بعتوا مقترحات بان ده دستوريا، يعني ان انت كده بتحجر على راي اعضاء الجمعيه العموميه، انت تسيب اعضاء الجمعيه العموميه تختار من يشاء. لان انت لما تقول البند الثمان سنوات على الرئيس، لما انت كده خليت الاعضاء او حرمتهم من حق اختيار الرئيس لو هم شايفين ان الرئيس ده ناجح او صالح ان هو يكمل لفتره رئاسيه ثالثه او رابعه او. فطبعا ده برضو بند مطروح للمناقشه، وده نتيجه ردود افعال الاعضاء الجمعيه العموميه لاغلبهم قال لك ان ده يعني انت جاي كده على حق من حقوقنا في الانتخاب او التصويت، انت سيب الامور عاديه جدا وان كلها فيها مساواه وان الجمعيه العموميه هي اللي من حقها انها تختار. يعني في اتجاه لالغاء بند الثمان سنوات في احنا برضو مجلس اداره يحسمه، يعني في مجلس اداره يوم الاثنين ان شاء الله هيحسم القرار ده بناء على برضو الامور المقترحات من بتاعه الاعضاء وكمان الجزء الدستوري والقانوني اللي في الموضوع. ولكن برضو ده جزء لما اتعمل ده كان حاجه من مجلس الاداره عشان بس نوصل رساله ان فعلا ما فيش اي اهداف ولا في اي قصه، مش قصه كرسي، انا مش متشبث خالص. يعني واحد يقدر يجي دوره او اثنين يعطي كل ما لديه ثم يمنع نفسه بقوه القانون او باللائحه من الترشح، لكن الجمعيه العموميه رافضه هذا الامر او مقترحات الساده الاعضاء اللي شاركوا. يعني احنا عملنا الزام على نفسنا ان رئيس النادي ما يقعدش اكتر من دورتين، ولكن اعضاء الجمعيه العموميه واضح ان هم ليهم راي ثاني، فهيبان طبعا في خلال مجلس الإدارة اللي جاي من تعديلات عليها إن شاء الله. فده طبعا من الحاجات المهمة جدا لأعضاء الجمعية العمومية لفتوا نظرنا ليها. إحنا طبعا هم ليهم زوايا واللجان بيبقى ليها زوايا تانية أو وجهات نظر تانية، فالحالة اللي اتخلقت دي إحنا كلنا مبسوطين بيها، لأن في الأول وفي الآخر بتكشف كل الأمور قدام الجمعية العمومية على المكشوف، وبالتالي هتبقى فعلا الجمعية العمومية بتشارك في صنع القرار. يعني الاعداد ما بيتمش في غرف مغلقه. أيوة. ويتم دفع اللائحه مباشره مش مشروعها. بالزبط. للتصويت، وده اللي احنا عملناه وتفضلوا صوتوا عليه. بالزبط. لا، مجلس الاداره بيطالب الجمعيه العموميه باعداد هي لائحتها، لكنه عمل يعني عشان يسهل الامر
عمل منتج بشري أولي بدون ضبط لغوي وصياغة وما إلى ذلك، وعلى طول دفعوا للجمعية العمومية أو لأعضائها لمناقشته وتلقي المقترحات. وده شيء يضفي كثير من المصداقية ويؤكد أنه الهدف الحقيقة لعائلة الأهلي، عائلة الأهلي كلها جمهور، وأنا دائما أقول جمهور في الأول، وموظفين وعاملين وأعضاء طبعا جمعية العمومية ومجلس إدارة، هو مصلحة النادي الأهلي والمصلحة العامة فقط. طبعا، واحنا مبدأ يعني هو اللي بيحركنا مبدأ عائلة النادي الأهلي. يعني احنا ممكن نذكر أمثلة كتير جدا تبين قد ايه الناس يعني ان احنا لامسين جدا المواقف اللي بتحصل في النادي، وبناء عليها بنحاول ناخد القرارات اللي فيها الصالح. جمعنا كمية معلومات كبيرة جدا من الإدارات والمعاملين نتيجة واحتكاكهم المباشر بالأعضاء، والناس ممكن تتفاجئ من مواقف كتير جدا او مواقف لاعضاء في النادي بيمروا بمواقف هي اللي بتخلينا المحرك الاساسي للتغيير. مفيش اي نيه غير ده، يعني التجربه على الارض. التجربة يعني على الأرض طبعا، بالذات فيما يخص الاشتراكات والماليه، وده اللي احنا جايين نقوله كاعضاء مجلس اداره. طب هوقفك هنا. اتفضل. انت قلت لي حاجه واحنا جايين في العربيه مهمه جدا تتعلق ببعض اللوائح اللي كانت الجهات الاداريه بتضعها سابقا وكان معمول بيها، كانت بتؤذي الاسره وبتؤذي الزوجه واحيانا تؤذي الزوج او العضو العامل. هل تم تلافي ده؟ اذا كان يتسق مع صحيح القانون، لانه عموما البند ده او اللائحه دي او عفوا الماده دي اتعدلت من ضمن الست مواد اللي تم تعديلهم، الامر المتعلق بالزوجه اللي اصبحت ارمله او طلقت لا قدر الله وهي عضو عامل واحد يعني مع الزوج. طبعا يعني انا مثلا ممكن الساده المشاهدين يتفاجئوا باللي انا بقوله ده، بس كان القانون والجهه الاداريه او المديريه يعني لك ان تتخيل ان السيده الارمله اذا توفى زوجها، اذا لم تبلغ انها تم الوفاه في خلال 6 شهور من الوفاه كانت بتسقط عضويتها، وده حاجه تسقط عضويتها اذا لم يتم التبليغ. طيب ازاي قدرنا نكتشف ده او نلاقيه من حالات اللي بتحصل على الارض؟ وكان في حاله لعضو في النادي وسيده حصلت حادثه في حادثه سير للزوج والزوجه، فتم وفاه الزوج ودخلت السيده الارمله في غيبوبه، وبعد ما تم بقى انها الغيبوبه تم عادت وبعد كده التاهيل ومرت بظروف التاهيل البدني وكان عدى اكتر من سنه، فلما جت تجدد العضويه اكتشفت اصطدمنا بهذا القرار، ولما جينا بحثنا فيه لقينا ان هو من الجهه الاداريه. كميه الخطابات اللي بعتناها للجهه الاداريه ومديرية الشباب والرياضه فيما يخص الامور دي، ان لا يعقل ان حاجه زي كده تحصل، شيء غير انساني. فدي حاجات الناس هتتفاجئ منها. تلفيته يعني ده دكتور مهني. تلفينا ده طبعا. تخيل مثلا حضرتك انه مثلا العضو لو مثلا حصلت حاله وفاه لعضو النادي، مش عضو النادي، بقرار من المحكمه نتيجه انه اخوه وزوجته مثلا توفوا في حادثه، واولادهم بقرار محكمه بقوا تحت وصايه العم ده هو عضو النادي. تخيل ان اولاد الشخص ده ما ياخدوش العضويه، في حين ان لو في عضو نادي تبنى ولد مش من صلبه ومش لمجرد بس انه جاب جواب من وزاره الشؤون الاجتماعيه بان هو متبني هذا الولد ياخد العضويه. هو مش تبني في القانون، يمكن تقصد الوصايه او الكفاله او كده او ياخد العضويه. فطبعا ده كانت حاجات من حالات اللي احنا بنصطدم بيها على الارض. كل ده تم تلافيه. فاللي قصدي نقوله للناس، واحنا جايين ليه نقول للناس يعني طب الارمله الان والمطلقه مش هتدفع مبالغ كبيره ومش بالضروره تبلغ عن فكره ان الزوج توفى في غضون 6 شهور؟ لا لا لا. كل ده تم تلافيه، مفيش الكلام ده الا طبعا لو الزوجه الثانيه طبعا. لكن مثلا على سبيل المثال برضو كان القانون قبل كده ان السيده لو تم الطلاق والزواج كانت مدته اقل من 5 سنوات كانت بتسقط عنها العضويه. ما يحقش لها عضويه عامله هي اولادها؟ كان كده، دون النظر ان اذا كانت عندها اولاد ولا لا. ده القديم في لوائح الجهه الاداريه او الجهه الاداريه كانت مشترطاها علينا. طبعا ده كان صعب جدا، لان انت طالما حصل ان في اولاد معناها ان كانت نيه استمرار الزواج موجوده. طب ليه اصلا؟ ايه اللي طلع المواضيع دي؟ ان كان في ناس طبعا بتستغل القانون وثغرات القانون في انها تكتسب العضويه بطريقه غير شرعيه، بان يتم الزواج ثم اكتساب العضويه ثم الانفصال ثم كذا، ودي حاجه مش غايبه على الناس كلها. اللي قصدي اقوله ان اللي احنا طالعين نقوله ان تفاصيل
لائحه الاشتراكات واللائحه الماليه معقده جدا، مش عشان نعقد الامور على العضو، ولكن عشان نقفل ابواب كتير من الثغرات اللي ممكن من خلالها الناس تكسب. اللائحه الماليه لائحه موحده لكل الاجهزه الرياضيه، وبالتالي ضروره اتساقها مع اللائحه والميثاق الاولمبي ده مهم، والنادي واعي لهذا الامر ومفيش مشاكل ماليه على ما اعتقد. طبعا قانون الرياضه بعد في مرونه كبيره للائحه النادي علشان تعالج كل الثغرات المتعلقه بالعضويه، عشان كده في ورش عمل مستمره الحقيقه مع الساده الاعضاء ومع الموظفين في اداره الاشتراكات من اجل الوصول الى الصيغه المثلى. يعني طبعا صحح لي لو انا بتكلم غلط. صحيح 100% صحيح، بس انا برضو الناس لازم تعرف انه بالنسبه للامور الماليه ان في بجانب قانون الرياضه في ما يسمى اللائحه الماليه لوزاره الشباب والرياضه، دي ساريه على كل الانديه والهيئات الرياضيه، فاحنا واحنا بنعمل اللائحه ما ينفعش نخالفها. في ناس غايبه عنها الحته دي ان في حاجه اسمها اللائحه الماليه لوزاره الشباب والرياضه ما نقدرش نخالفها، فبالتالي هي دي برضو اللي لازم بعد ما نسمع نطرح مواد ونسمع لمقترحات الاعضاء ننظر اذا كانت هذه المقترحات تتسق مع اللائحه الماليه لوزاره الشباب والرياضه، لان ما نقدرش نخالفها قانونا يعني. طيب بالنسبه للعضو العامل اللي ليه حق الحضور الجمعيه العموميه وبالتالي حقه طبقا للقانون التصويت والترشح لاي انتخابات اذا كان مضى على اكتسابه صفه العضو العامل وعضويه الجمعيه العموميه سنه طبقا لقانون الرياضه، دكتور مهند، النادي الاهلي تقريبا هو يعني اكبر نادي في مصر، عنده فروع بيستعد لافتتاح فرع رابع في غضون اسابيع، يعني شهور ان لم يكن تكن اسابيع. ايه الفرق بين عضو الفرع وعضو العامل اللي هو مكتسب حق حضور الجمعيه العموميه كلها، لانه ده في وقت من الاوقات اثار لغط يعني. لا طبعا اسمح لي الموضوع بتاع انا كمان حبيت انوه الحقيقه للساده المشاهدين عارفين واعضاء الجمعيه العموميه ان الدكتور مهند كان عضو سابق في مجلس الاداره السابق برئاسه المحترم المهندس محمود طاهر، وهو الان ايضا عضو في مجلس الكابتن محمود الخطيب، وبالتالي بعتقد انه مطلع على كثير من تفاصيل هذا الموضوع، وهو اقدر حد يقدر يقول لنا ايه الجهود اللي تمت من اجل الحفاظ على ابناء الاهلي بشكل عام وعدم التفرقه بين الفروع. لا طبعا هو الـ القضيه المطروحه فيما يخص عضو الفرع والعضو العامل هي انا شايف ان هي واخده حجم اكبر كتير من حجمها. الموضوع بسيط جدا، معروف ان عضو الفرع وهو جاي بيعمل الاشتراك لعضويه الفرع ان هو بيجي يتميز بتقديم كل الخدمات اللي هتقدم ليه في حدود الفرع، فبالتالي هو ليه كل الحقوق الكامله جدا الكامله فيما يتعلق بوجوده داخل الفرع. انما العضو العامل هو العضو العامل اللي بيقدر ان يكون ليه صلاحيات اكتر بحكم امور كتير جدا غير الامور الماليه كمان قانونيتها. خليني أسرد مع حضرتك تاريخ صغير جدا عن عضوية الشيخ زايد في ثلاث مجالس يعني متتالية. مجلس الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة يعني. في 2012 تم الإعلان عن فتح باب العضوية، في 2012 و2013 تم اشتراك ما يقرب من 900 عضو لعضوية فرع الشيخ زايد، وبنوجه لهم من هنا كل الشكر والتقدير والامتنان اللي هم وثقوا في اسم النادي الأهلي وثقوا في مجلس الإدارة أيام ما كان فرع الشيخ زايد ده تراب صحراء جرداء جم دفعوا اشتراكات وعايزين يعملوا عضويه للفرع الشيخ زايد. جه مجلس الباشمهندس محمود طاهر ربنا يديله الصحه 2014 وابتدى في المرحله الاولى لانشاء الفرع، وتم افتتاح الفرع في 2015. حصل موضوع كبير جدا في 2017 وانا بتكلم لان انا كنت يعني ربنا جعلني سبب في ان ادخل في القضيه دي، ان اعضاء الشيخ زايد كان عندهم مدة 3 سنوات يستكملوا فيها عضوية فرع الشيخ زايد بالاشتراك القديم اللي هو كان 120 ألف، يستكمل بس 70 يستدفع بس فرق 70 من 120، ولكن نظرا لظروف معينة كانت الأمور واقفة في القصة دي. لما تكلمنا مع الباشمهندس محمود طاهر وعرضنا عليه الموضوع طلعنا طبعا قرار او قلنا ان لا ان الناس دي من حقها استكمال العضويه، وفتحنا استكمال العضويه لفرع الشيخ زايد، وبالتالي دفع الفلوس الفرق بين اشتراكه في فرع الشيخ زايد وبين عضويه النادي الاهلي بشكل عام بالزبط. ليصبح عضو عامل في النادي الاهلي وله حق دخول كل الفروع بالزبط. والتصويت والانتخابات وحضور الانتخابات وبالمناسبه هذا كان حق لاعضاء الشيخ زايد، حقهم ما فيش اي منه علينا كمجلس اداره، ده كان حقهم واحنا سعينا فيه وجبناه. ثم حصل ان في 2017 كان في ناس عدى عليهم مده 3 سنوات باسابيع قليله وبشهور، فكان قانونا ليس لهم الحق لان عدى عليهم 3 سنين، وفي ناس منهم ما كانتش كاتبه مذكرات بانها عايزه تستكمل،
ومش مثبت ده في محاضر، فبالتالي هو ما كانش عايز حاجة، بس القضية لما أثارت فهو قال طب ما أنا عايز. فلما اصطدمنا بده رحنا طالعين قرار مجلس إدارة بعد الرجوع للجهة الإدارية بأن احنا هنفتح لمدة شهرين للباب للعنان للناس كلها بين أعضاء الشيخ زايد أن هم يستكملوا العضوية. فكان في ناس بتيجي تدفع الفرق اللي هو 50,000 في مقابل أن في نفس الوقت كان في ناس بتدفع العضوية الكاملة اللي هي 250,000 خلاص السنة اللي فاتت. ده الكلام ده العضوية الكاملة الآن بقت 350,000 كانت ساعتها 350,000 طيب فده يحسب لمجلس الباشمهندس محمود طاهر ويحسب للمجلس السابق. طيب ايه بقى اللي عمله المجلس الحالي؟ المجلس الحالي بقى زاد على الموضوع ده في قضيه شائكه تانية خالص، ان اعضاء الشيخ زايد اللي اشتركوا في 2012 و2013 عدى عليهم اكتر طبعا من 5 سنين، ما عداش عليهم 3 سنين، وما كانش يعني من حقهم ما كانش من حقهم ان هم يستكملوا العضويه، وده بشكل قاطع مش من حق الاعضاء لان استكملوا عده المده 3 سنين لان هم اشتركوا من 2012 ل 2013. سعى المجلس الحالي برئاسه المستشار فاكر الكابتن محمود خطيب بعت خطاب للوزير وقابله عشان كده. هذا الموضوع واتكلم معاه وبناء عليه يعني احنا كمجلس اداره ومجالس اداره بنسعى لارضاء عضو الشيخ زايد زيه زي بقيه الاعضاء طبعًا. لان هو ليه حق علينا. فعشان بس القصه بتاعت ان احنا لا مش مفيش اهتمام او ان احنا ما بننظرش ليهم، لا الكلام ده عاري تماما واحنا بنوضحه عشان اعضاء الجمعيه العموميه ما يبقاش يبقى عندهم الوعي. الشيخ زايد لوحه جميله الان ده فرع رائع الواحد برتاح نفسنا بنروح هناك. هي المشكله كلها انه بعض الاعضاء عايز يحضر الجمعيه العموميه ويكون عضو طبعًا. فيها دون ان يسمح له القانون بهذا الامر. فاحنا بنتكلم كل اللي احنا بنقوله ده في اطار القانون، وفي حاجات كانت مش من حق عضو الشيخ زايد عملناها. فبالتالي لما خدنا ايه قرار بقى اللي خده الكابتن محمود الخطيب بان يتم احتساب عضو فرع الشيخ زايد من تاريخ افتتاح الفرع، ده بناء على فتوى قانونيه من وزاره الشباب والرياضه. بناء على فتوى قانونيه، ولكن لكن هو فعلا كان لو درسنا الموضوع هو وصح هو خدنا بيه موافقه. لكن هو لو احنا بنتكلم بينا وبين اعضاء الشيخ زايد هم عارفين ان ده ما كانش حقهم لان هم عارفين ان المده 3 سنوات، لكن ده دورنا كمجلس اداره ان احنا نحاول بقدر الامكان نسعى لارضاء اي فرد في الجمعيه العموميه. وفي عدد كبير جدا حسب معلوماتي وحضرتك صححها دكتور مهند من اعضاء الشيخ زايد الفضلاء رفعوا عضويتهم لعضويه كامله طبعًا. يعني يكاد يقترب الى 3000 شخص او حاجه، وبالتالي اصبحوا اعضاء جمعيه عموميه ولهم الحق في صنع مستقبل اهلي شانهم شان باقي الاعضاء طبعا واستكملوا العضويه. فاثاره الموضوع زي ده بيعمل فتنه بين الاعضاء بدون داعي، وانا متاكد ان اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء الشيخ زايد فاهمين الناس اللي متابعه فاهمين الامور دي كويسه. بس فحته انه الحقوق ما فيهاش انتقاص ولا اي حاجه، بل بالعكس هو عضو فرع الشيخ زايد واخد حقه كامل في وجوده او في وجوده بالفرع. وعلى النقيض لا ممكن تلاقي حد، وده برضو الناس مش واخده بالها منه، انا ممكن الاقي حد هو عضو اصلي للنادي في فرع الجزيره او في فرع مدينه نصر ولكن حقه منتقص، وساعتها ما يقدرش حد يمنع ان لا ده حقه منتقص وليس له حق في اشتراك الجمعيه العموميه او التصويت او الترشح. زي مين؟ زي الشاب اللي عنده 18 او 20 سنه ده لم يستكمل، هو ما زال عضو تابع، ما يقدرش يبقى عضو عامل وفعال ويقول رايه في الجمعيه العموميه الا لما يعدي سن ال 21 سنه او لما يتخرج. حتى لو ما فصلش يا دكتور، يعني المهم العبره بسن الرشد ب 21 ولا لازم يفصل ويحاول؟ لازم يفصل، لازم يعني في اشتراطات. لكن يعني في ناس توصل 27 28 سنه وما بيفصلوش، في بنات وسيدات بتخلص الكليه ما بيتمش الزواج، ما بتشتغل او ما بتشتغلش، بيبقى عندها 35 و40 و45 سنه وهي لا زالت عضو تابع. دي حقها، هي عضو اصلي لفرع الجزيره ومدينه نصر ولكن حقها منتقص، بس ده بايه؟ باختيارها لانها لم تتم الشروط. فكل حاجه ليها اشتراطات. فبالتالي موضوع العضويه ده اتمنى يعني انه يكون لا واضح يعني محسوم والناس كتير ابتدت تتفهم، خصوصا انه في احكام قانونيه مستقره لمركز التحكيم والتسويه في اللجنه الاولمبيه يعني حسم هذا هذا الامر. تأذن لي نطلع تقرير نشوف راي الساده الاعضاء في مشروع اللائحه ونعود لاستكمال هذا اللقاء المهم الحقيقة مع الدكتور مهند مجوي. الدكتور مهند مجدي ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. لا وطبعا احنا جايين النهارده عشان ناخد نشوف اللائحه عامه ونشوف البنود يعني الكتاب اهو معايا هقراه، هشوف كل الافكار اللي فيه، نجمع افكارنا كلنا كاعضاء، نشوف ايه اللي ينفع النادي كاحسن لقدام،
الناس ما تزهقش منه، ايه اللي يعتبر الحاجات اللي معظم الناس عايزاها تتعمل في النادي. يعني معظم الناس طالبه ان في صيدليه تتعمل في النادي، وده انا شايف ده يعني حاجه كويسه جدا، في ناس بتتعب هنا كتير في النادي. انا كنت طلعت على بعض بنود في اللائحه وكان ليا تعليق عليها وطبعا ما عجبنيش، لكن الحمد لله تم استدراك الموضوع واعتقد ان هي اتعدلت البنود دي، وده شيء عظيم طبعا، شيء يليق طبعا بالنادي الاهلي، ودي خطوه عظيمه جدا انه بيطرح لائحه على الاعضاء قبل ما تنزل، ده شيء بيتهيألي ما حصلش. لسه واخده الكتاب دلوقتي حالا، بس طبعا انا كنت منتظراه، لذلك انا توجهت من الباب على الكتيب عشان نلغي اللائحه الاسترشاديه اللي اتفرضت علينا وكلها عيوب. احنا عايزين نادينا متعود ان احنا نعمل قراراتنا بايدينا، مصيرنا بايدينا. فطبعا الجمعيه العموميه للاهلي دايما بتشوف الاصلح. طبعا دي خطوه فيها حريه كامله لكل الاعضاء طبعا، بان مجلس الاداره يطرح علينا افكارنا واحنا نقول فعلا اذا كان ده صح او لا، ونقول ده ينفعنا او ما ينفعناش، لان اساسا النادي الاهلي ليه قوانينه وليه لائحته اللي احنا بنمشي عليها من زمان، يعني مش من الوقت. فطبعا مجلس الاداره كونه ان هو يفكر في حاجه زي دي، فدي طبعا حاجه كويسه جدا لينا يعني، فنفس تفكيرنا يعني. حن وعي السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي جدير بكل احترام، يعني الحقيقة كلام مهم جدا ويؤكد يعني الحقيقة السيدة الفضلة بتتكلم عن أنه فكرة النادي الأهلي من حقه أنه يعمل لائحته، لازم يكون لنا الريادة، فكرة اللائحة الاسترشادية مع كل تقدير لمحاولة اللجنة الأولمبية مساعدة الأندية، لكن في النهاية القانون أعتقد في وضع دستورك. وكان حتى قبل هذا الأمر زي ما حضرتك تفضلت دكتور مهند، كابتن حسن حمدي حاول ولم يتم الاعتماد، المهندس محمود طاهر حاول، المجلس انا اقصد هنا المجلس الكابتن حسن حمدي او المهندس محمود طاهر، ولم يتم الاعتماد من الجهه الاداريه. فان الاوان الان انه اعضاء الجمعيه العموميه يصنعوا دستورهم يعني. لا، ودايما يعني المختلف ان دايما النادي الاهلي خارج عن المألوف، دايما النادي الاهلي مش زي بقيه الانديه، دايما النادي الاهلي عامل حاله مختلفه، فدي الحاله اللي احنا بنصنعها بالرغم ان الحاجه دي ممكن ما تبقاش مصدر تشويق لكتير من قطاعات جماهير النادي الاهلي مثلا، لكن بالنسبه بالعكس انا عايز اقول لك بقى المفاجاه ان الجمهور مهتم جدا بفكره اللائحه دي. وانا شخصيا بيصلني على باشكال مختلفه يعني مشاركات ومداخلات كتير من الجمهور بيقترحوا علينا امور مهمه جدا اللي هتمسهم واتعرضت يمكن على اللجنه صحيح. وفيما وان شاء الله هنثير مع المهندس خالد مرتجي لما يجي لنا يوم الاربعاء، لان هو المسؤول عن ملف الجماهير، موضوع روابط المشجعين وازاي نحافظ وازاي يكون عندنا روابط محترمه، ده موضوع لا جمهور الاهلي مش منفصل ابدا عن لا النادي. انا قصدي اقول ايه، ان استساغه اللائحه وقوانينها وموادها ممكن تبقى ثقيله شويه على الناس، فبالتالي مش زي الكوره ودوري ابطال افريقيا والمباريات والدوري والحاجات دي والاخبار اللي بتنزل دايما على النادي الاهلي، لكن بالرغم من ده كان ممكن الامور تمشي اهدى من كده كلائحه زينا زي اي حد، ولكن احنا فضلنا ان احنا نبقى نخرج عن المألوف وان احنا نشارك اعضاء الجمعيه العموميه يشاركوا فيها. النادي الاهلي طول الوقت بيحب يخش في تحديات، دايما بيحب يخش في قضايا ويتبناها للصالح العام وللمصلحه العام طبعا. فدي ده اللي احنا تعودنا عليه وتربينا عليه، فان شاء الله اللي جاي باذن الله احنا متفائلين فيه. طب ايه رايك نشوف كمان حاجه عن يعني طرق وصول الاقتراحات للجنه المختصه وللنادي من خلال هذا التقرير وصندوق الاقتراحات، سواء اللي موجود في النادي او الايميلات او مواقع التواصل او السكرتاريه، الحقيقه طرق مختلفه ومتنوعه من اجل مشاركه الاعضاء حتى اللحظه في صياغه وفي صناعه هذا المنتج. نشوف التقرير ده ونرجع للدكتور مهند. بارتيشن تحرك النهارده عشان نتاكد من ان الاعضاء كل عضو بيستلم نوصل له اللائحه وان العضو يقراها، وبنحسه على اليات ان العضو لو عنده اي مقترح بنفهمه انك انت لو عايز تعمل مقترح تقدمه فين وعن طريق ايه. عندنا طبعا عندنا ان احنا بنقدمه عن طريق الميل او في اخر كل كتيب من اللائحه بيبقى موجود 4 صفحات، هو ممكن يقطعها حضرتك وبيحطها في صندوق الاقتراحات هنا وبتتناقش كل الاقتراحات اللي بيقدمها العضو.
مقترحات موجودة حضرتك واللي مقترحات مستمرة لحد يوم 9/9 إن شاء الله، إن العضو بيقطع آخر أربع ورقات لحد يوم 9/9 لو عنده أي مقترح أو حاجة، بيكتب رقم المادة ورقم الصفحة وإيه المقترح اللي هو عايزه وبيحطه في الصندوق على طول. حضرتك بيبقى في ورق، في ورق فوري ممكن بتكتب منه المقترح، بس دي يعني في أقوى الظروف، يعني أهم حاجة إن هي بتبقى في آخر الكتيب، ولكن دي في الآخر بتاخد الورقة دي حضرتك مكتوب فيها الاسم ورقم العضوية والمقترحات وبتقدمها بتحطها فوري فيها، بس دي في حاله انك انت نسيت الكتاب او كده بدل ما اقطع كتاب جديد وكده. الصندوق بيتعرض بيرجع تقريبا للسكرتاريه، ومن السكرتاريه بيطلع للجنه المنظمه لمشروع اللائحه، المنظمه المشكله لمشروع اللائحه، وبتتناقش. ومن بعد يوم 9/9 ان شاء الله في ندوات، كتب متوفره في السكرتاريه عندنا، متوفره الكتب وموجود، وموجود الورق والكشوفات وكل حاجه. بارتيشن تاني في مدينه نصر وفي بارتيشن تاني في الشيخ زايد الساعه 11 الصبح. بقول كويس من الاعضاء، الاعضاء عايزه تشارك، الاعضاء بتيجي تسال، في اعضاء عندها مقترحات سلمتها النهارده الصبح، وفي اعضاء عايزه تشارك ومهتمه تيجي حاسه بدورها ان هي تكتب قانون النادي اللي هتمشي عليه طول العمر. انا ما بقراش مقترح الناس، العضو بيقفل المقترح وبيحط الورقه على طول، انا زي المقترحات حاجه ديمقراطيه ولا انا ابص فيه ولا عدل ولا اي حاجه، هو بيحطه بايده وبتتسلم زي ما هي. انا جبت واحده قبل كده الاسبوع اللي فات وقريتها وحاجه محترمه يعني، وان شاء الله قدمنا اقتراحات مجلس يقراها وان شاء الله خير، اللي فيه خير للنادي ان شاء الله خير. ابرز حاجه عجباني ان احنا اول نادي في مصر يبقى هو اللي حط اللائحه بتاعته وعرضها على الاعضاء الجمعيه العموميه، كل واحد يقرا ويشوف ايه البند اللي هو مختلف عليه، البند اللي هو معاه يدعمه، البند اللي مش عاجبه يحط مقترحاته. كل الانديه قبل كده في السنه اللي فاتت كلها الجمعيات العموميه مجالس الاداره هي اللي اختارت اللائحه بتاعتها، لكن اول نادي في مصر هو بيطرح الجمعيه اللي بيطرح اللائحه بتاعته لاعضاء الجمعيه العموميه وهم اللي يناقشوها، عدلوا فيها، يبعت بالميل، يبعت باي حاجه، يقول مقترحاته، هيبقى في مناقشات لحد ما ان شاء الله اللائحه تكمل، وان شاء الله يوم 28/9 يبقى خير باذن الله. في بند بس بتاع ان الزوجه لما زوجها يتوفى انها تدفع 50% من قيمه العضويه، طبعا ده يعني الاعمار بيد الله، فما ينفعش ان واحد يكون زوجته وهو توفى هتجيب منين، بس فمفروض ان ده بس هو اللي احنا كاتبينه ان هو ممكن يتعدل البند ده، لكن باقي البنود اغلبيتها 95% منها كويسه ان شاء الله تخدم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. جبت اللائحه وقريتها تمام، وفي تعديل مقترح هكتبه هنا، لان المفروض الاعضاء هي اللي تختار الرئيس لمده يعني مش مده معينه او مدتين. اللي عجبني في اللائحه ان النوادي كلها الجمعيات العموميه هي يعني زي ما تقول ما بتشركش الاعضاء معاهم، زي ما بتشركش، هي بتعمل لائحه والعضو اوكي او لا، لكن النادي الاهلي الجمعيه العموميه هي اللي بتحط اللائحه نفسها او بتعدل اللائحه نفسها، وهي اللي بتختار النادي يمشي ازاي او الجمعيه العموميه. ايوه عشان نشوف برضه القرارات النادي الاهلي عامله ازاي وكده، وراها ان شاء الله، وبعد كده ابعتها ان شاء الله. لو في تعديل ولا حاجه هبعتها ان شاء الله. رايح في خلال قد ايه؟ لا ممكن بكره النهارده بالليل، بكره الصبحيه. تمام، يعني هتاخد فيها قرار بسرعه، تعديلات بسرعه. صح. لو عجبتك خلاص مش هتيجي. لا مش هاجي. هتيجي بقى يوم 28. يوم 28 ان شاء الله. هتشارك. ان شاء الله باذن الله، واحنا ورا النادي الاهلي باي حاجه، واقفين مع مجلس اداره النادي الاهلي، واقفين مع كابتن محمود الخطيب ومع المجلس كله والنائب الاستاذ عامر فاروق وكلهم ان شاء الله باذن الله، واحنا ورا النادي الاهلي باي حاجه. طبعا النادي الاهلي مختلف، يعني هذا قدره وهذا قدره ايضا. الحقيقه انه شوف وعي اعضاء الجمعيه العموميه، يعني اثنين من الساده الاعضاء الافاضل بيتكلموا عن فكره بند 8 سنين لا الغوه، ده حقنا، والزميل العضو المحترم الاخر بيتكلم عن فكره الزوجه اللي توفى عنها زوجها واصبحت ارمله وتم تعديل البند. يعني الحقيقه طبعا لسه ما يعرفش ان البند اتعدل، فالبند اتعدل. خليني يا دكتور مهند، ايه رايك؟ مش عارف نقول حصري لقناه النادي الاهلي العظيمه كده شويه اخبار ما يقعوناش بس تحت طائله المساءله علشان النادي الاهلي مختلف، وعشان ده قدره وده قدره. مجلس الاداره عمل ايه؟ الكابتن محمود الخطيب كتب جواب بنفسه لكل الساده اعضاء مجلس الادارات السابقين والرؤساء الحاليين السابقين، ربنا يديهم الصحه، الكابتن حسن حمدي والمهندس محمود طاهر، وبعت لهم جواب مع نسخه من اللائحه. دكتور مهند تعرف طبعا الكلام ده، علشان يطلعوا عليها بحكم خبراتهم العريضه جدا اللي تكونت خلال مشاركتهم لخدمه النادي الاهلي خلال العقود الماضيه، ويدلوا بدلوهم ايضا في هذا الامر، بالاضافه للساده اعضاء مجلس الاداره اكثر من 50 شخص. فكره الحرص على الاستفاده من كل الخبرات ومن تجارب السابقين هو ده اللي بيميز النادي الاهلي الحقيقه عن غيره، وبيؤكد مصطلح وفكره عيله النادي الاهلي، لانه الهدف زي ما قلنا الاساسي هو المصلحه العامه، الهدف هو مصلحه النادي الاهلي، محدش بيشتغل لمصلحته الخاصه.
رقم اثنين ان عندنا مجموعه من الورشه دكتور مهند، انت هتشارك في ورشه مهمه جدا يوم الثلاث، في ورشتين يوم الثلاث، خلوني يعني اقول برضو للساده المشاهدين في ورشه مهمه مع رموز الفكر والادب والثقافه والفن هتتم يوم الثلاث، بيديرها او مسؤول عنها القبطان الاهلاوي الكبير النجم المحترم نبيل الحلفاوي مع دكتور محمد العدل عضو النادي الاهلي بمشاركه اعضاء اللجنه، هتكون في الجزيره. بالتوازي دكتور مهند ومجموعه اخرى من المجلس معاهم نخبه من كبار القانونيين، هتكون ورشه عليها دكتور مهند في مدينه نصر. في مدينه نصر، وكمان هنشارك فيها، هتشارك فيها كمان اللجان المعاونه ومع لجنه الرواد ولجنه المراه ولجنه الشباب هنتناقش فيها، وفي كمان ورشه عمل ثانيه مع الاقتصاديين والماليين برئاسه ده بكره فروع العمل. بكره في الحقيقه اجتماعين مهمين. الاول هو للجنه الاقتصاديه بقياده الاهلاوي الكبير القمه الاقتصاديه الكبيره دكتور فاروق العودة، ومعاه كمان عضو لجنه تنميه الموارد ولجنه الاستثمار الدكتور محمد نجيب ابو زيد. استاذ ياسين منصور مسافر للاسف الشديد، لكن الراجل قدم بداله، والدكتور فاروق عازم مجموعه كبيره علشان يقدم للمجلس وللجنه الصياغه النهائيه لفكره الاستثمار وانشاء الشركات. دي طبعا شغل يعني شغل الشغل لناس كتير ومستنيه تعرف قرار هيبقى عامل ازاي، فطبعا ده بند مهم جدا، وبالتالي بنديه لاهله برضه، للناس اللي اهل القائمين عليه، هم هيبقوا اكتر ناس اللي قادرين ان هم يصيغوا الموضوع ده استثماريا هيبقى عامل ازاي. طبعا بالنسبه لاعضاء مجلس الاداره السابقين ده كنز كبير. يعتبروا دي اصول من اصول النادي، يعني اي كيان كبير جدا زي ما عنده اصول عنده طبعا اصول وقدموا كتير للنادي بالظبط، ما نقدرش نغفلهم طبعا، بل بالعكس هي كمان لهم دور قوي جدا ومؤثر ومفيد، بحيث ان احنا نطلع في النهايه بشكل هيخلينا كلنا في الظروف اللي احنا فيها، في التحديات اللي احنا بنعدي بيها، وان يونت ان شاء الله او واحده واحده باذن الله طبعا. طيب الامر يقتصر على كده؟ لا مش يقتصر على كده، في ثلاث ندوات مهمين جدا في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. صحيح. هيحضرهم مجلس الاداره واللجنه المركزيه ولجنه الاعداد علشان يكون في مناقشه قبل 9/9 مع الساده الاعضاء، يكون في كل الوسائل الممكنه للاستمرار في حاله الاشتباك والحوار. صحيح. للاستفاده من اراء ومقترحات الساده الاعضاء. يوم 6 و7 و8 من الشهر ده، وبعد كده نستمع على ثلاث فروع، وهيتم الاعلان يوم 6 في انهي فرع ويوم 7 في انهي فرع، وبعدها باذن الله يوم 9/9 هيتم الانتهاء، نبتدي بقى. اخر سؤال للدكتور مهند مجدي. تفتكر الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي المحترمين هيقبلوا التحدي؟ هم قد التحدي ان شاء الله، واحنا عندنا ثقه فيها كبيره، وهم عمرهم ما خذلوا النادي الاهلي والمتمثل في مجلس الاداره بتاعه، عمرهم ما خذلوا النادي الاهلي ولا مجلس ادارته، وبالتالي انا كل ثقه. ده كان من قبل ما نبتدي التحدي، خصوصا بقى بعد ما بدانا التحدي وشفنا ردود الافعال، لا احنا كلنا ثقه ان شاء الله باذن الله ان الجمعيه العموميه في النادي الاهلي هتبقى مختلفه وعن اي جمعيه عموميه ثانيه، وان شاء الله ده هيبان باذن الله يوم 28/9 باذن الله. شكرا جزيلا وموصول للدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. بكره في ماتش الاهلي والانتاج الحربي، كل الامنيات الطيبه لفريقنا الاول بالفوز ان شاء الله والاستمرار في مقدمه الدوري العام، فبالتالي مش هنلتقي حضراتكم، هيكون في ملعب الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ هيكون مع حضراتكم وضيوفه الكرام ان شاء الله. يوم الاثنين هيكون معانا السيد الاستاذ خالد البرندلي امين الصندوق، وحديث مختلف من زاويه مختلفه. شكرا جزيلا للدكتور مهند. شكرا لحضرتك. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير واستكمال فقرات برنامج الاهلي الليله، بشكر حضراتكم. مهمة مش صعبة، على قد ما احنا نفسنا ان احنا عدد اكتر من اعضاء جمعية عمومية يشاركنا في اللائحة، احنا حابين كل الناس تشارك. احنا نزلنا اللائحة قبلها بشهر، حابين يجي لنا ملاحظات اكتر، يمكن ناس كتيرة التفاعل بدأ يزيد بعد ما عدلنا 6 مواد من الملاحظات اللي اتبعتت لنا. احنا دلوقتي في 243 ملاحظة كلهم بينحصروا ما بين 12 ل 13 مادة، في مواد اتعدلت وفي مواد لسه بتدرس، يمكن النهاردة في طبعا القرارات هتتاخد في مجلس الإدارة، بس احنا في توصيات النهاردة للجنة المركزية للعرض على مجلس الإدارة، في بعض يعني مجموعة من المواد هيتم الإعلان عنها يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. هم الأعضاء يمكن بعد من
بقى في بوس في كل الفروع وبقى في كتيب يتوزع الناس، واحنا عاملين فخر الكتيب ورق فاضي كده بحيث ان لو حد حابب يعدي يسجل الملاحظات بتاعته ويرجع لنا الكتيب تاني. ناس كتيره بدات يبقى في اقبال وفي ناس بتاخد الكلام دوت، والملاحظات اللي بتجيلنا كلها يعني كلها يعني بنتفاعل معها بشكل كويس جدا. يمكن في كمان عندنا ورش في الفتره اللي جايه مع متخصصين، بكره عندنا ورشه اقتصاديه برئاسه الدكتور فاروق العقده، عندنا ورش بعد كده فنيه وثقافيه وشخصيات عامه فيها الاستاذ نبيل حلفاوي والدكتور محمد العدل، وهيبقى في ورش اعلاميه في الفتره اللي جايه. بعد كده هيبقى عندنا على الفروع الثلاثه ندوات يوم 6 و7 و8، هيبقى عندنا ندوه في كل فرع هيحددها المدير التنفيذي النهارده، بس احنا خدنا موافقه عليها تم اخذ الموافقه عليها النهارده. فكل ده علشان خاطر يحصل ان احنا نستقبل، احنا اللائحه ديت حابين كل اعضاء الجمعيه العموميه يشارك فيها، موظفين متخصصين اعضاء الجمعيه العموميه، كل واحد حابب يشارك في اللائحه احنا فاتحين بابنا، عندنا مرونه، عندنا يعني احنا عندنا استعداد لتعديل اي ماده بيجي لنا عليها ملاحظات من الجمعيه العموميه. موضوع طبعا اللائحه دلوقتي احنا شغالين عليه بشكل مستمر بشكل قوي يوميا. كان في طبعا اللجنه اللي وضعت اللائحه برئاسه كان المستشار محمود فهمي، ومعهم طبعا اعضاء يعني جزء من اعضاء مجلس الاداره كانوا موجودين، وكابتن محمود الخطيب. اتوضعت اللائحه، وبعد كده طبعا بعد وضع اللائحه يمكن في سابقه انا بشوف ان هي الحمد لله ايجابيه وجديده وبرضه فريده من نوعها، ان انت بتطرح اللائحه للنقاش. يعني مش بتقول خلاص هي دي اللائحه والناس تصوت بقى، لا انت مدي الفرصه باسبوعين او ثلاثه ان الناس تحط رؤيتها تحط مقترحاتها. فبالتالي اللجنه المركزيه للائحه حتى بوجود اعضائها من مجلس الاداره، وحتى يعني لو في ناس مش فيها كاعضاء في مجلس الاداره بنحضر برضو عشان نبقى كلنا مجتمعين بمناقشه مقترحات الناس. يعني احنا كل يومين تقريبا بنقعد عشان نشوف مقترحات الناس على اللائحه ايه ونبدا ندرسها، بنشوف الغالبيه طبعا العظمى اللي بيتفقوا على بنود معينه بنعدلها في الاول طبعا خالص اول ما اللائحه نزلت، عشان زي ما بقول لك الناس مش متعوده ان اللائحه تبقى مثلا مطروحه للنقاش او حاجه. فهي اول ما نزلت يمكن الناس كان عندها كتير من البنود، مش كتير، احنا 129 بند، كان في حوالي 12 13 بند عليهم شويه مواد يعني عليهم شويه لغط، فالناس كانت متخيله ان هي دي النهائيه. لكن احنا بالعكس احنا كنا طرحينها للنقاش عن طريق الايميل، الناس تبعت لنا عن طريق في بوستز عاملينها تحت في النادي في الفروع كلها، الناس تحط مقترحاتها فيها او تبعت لاداره السكرتاريه في النادي. فده الحمد لله شفت، لا بدات اشوف ان الدنيا بالنسبه للناس لما بتحس انها بتشارك طبعا، وده احنا حاجه هتفيدنا وهتفيد النادي قدام ان احنا نسمع لكل الاراء طبعا. لا شايف ان هي عامله حاله ايجابيه جدا الحمد لله، وبنتمنى طبعا ان احنا يعني دي اللائحه مش معموله لمجلس اداره النادي الاهلي او للمجموعه اللي شكلت اللائحه دي، معموله للنادي الاهلي المستقبلا لسنين قدام، فلازم كل اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا مشاركين في صنع ده. أهلا بحضراتكم في الأهلي الليلة، لسه مكملين معاكم باقي الفقرات، وآخر فقرة في الحلقة النهاردة هي فقرة الكرة العالمية. دايما بنحب نختم معاكم بآخر الأخبار اللي موجودة في الساحة العالمية. يوم السبت والحد بالأخص يوم السبت بتكون بداية الدوريات الكبرى، الدوري الإنجليزي الأسباني والإيطالي. الإيطالي كان فيه مباراة قوية جدا ما بين إيسي ميلان وروما، وإيسي ميلان بيفوز 2-1، كانت يوم الجمعة. وبالتالي يعني اللي متابع كرة قدم عالمية اللي بيحب الدوري الإيطالي واضح إن الدوري الإيطالي هيكون قوي، واضح إن هو هيكون فيه أكتر من منافس غير يوفنتوس ونابولي. إيسي ميلان بعد ما سقط في فخ نابولي بخسارة 3-2 بيعود من جديد ليفوز على فريق روما 2-1، وإيسي ميلان من الفرق الكبيرة. فأنا السؤال، هل جاتوزو بدأ إن هو ينضج في عالم التدريب؟ هل فعلا التجربة اللي جاتوزو كان بيمر بيها في الموسم الماضي اللي جات صدفة أو قدر؟ كل حاجة بتحصل للبني آدم هي قدر من عند ربنا سبحانه وتعالى. هل قدر جاتوزو إن هو جه في
في الموسم الماضي وكان اختيار اضطراري، نجح ان هو فعلا يستفيد منها ويبدا ان هو ينضج في بدايه الموسم الحالي. شفنا قياده فنيه رائعه امام نابولي برغم الخساره، كمان امام فريق روما الكبير وواحد من الفرق القويه جدا في ايطاليا واللي ليها تاريخ طويل جدا في الدوري الايطالي. كسب روما 2-1 وبدا ميلان ان هو يذوق طعم الانتصارات امام الفرق الكبرى. طبعا الدوري الانجليزي كان فيه لقاءين مهمين جدا، تشيلسي كان بيلعب امام فريق بورنموث وليفربول، وده الاهم، كلنا اكيد تابعنا المباراه، ليفربول امام فريق ليستر سيتي على الكينج باور ستاديوم، هو ملعب ليستر سيتي، ملعب اكيد صعب جدا. ليستر بطل الدوري الانجليزي النسخه يعني من نسختين، النسخه الاخيره مانشستر سيتي، النسخه اللي قبلها تشيلسي، النسخه اللي قبليهم على طول كان فريق ليستر سيتي مع كلاوديو رانيري. مباراة اكيد كانت صعبه جدا، محمد صلاح شارك في المباراه لكنه لم يحرز اي اهداف، لكنه كان مصدر خطوره قوي، كان مصدر قلق عند فريق ليستر، وبالتالي كان في رقابه لصيقه، كان في رقابه مهمه جدا على محمد صلاح، وبالتالي ده فضى لفيرمينيو وساديو ماني بعض المساحات اللي قدروا ان هم يستغلوها في احراز هدفين. المباراه انتهت 2-1 ومحمد صلاح زي ما قلت لحضراتكم ما احرزش اهداف، اللي احرز الهدف الاول لليفربول هو ساديو ماني، وايضا اللي احرز الهدف الثاني لليفربول هو فيرمينيو. في لقاءات موجوده هنتابعها مع حضراتكم دلوقتي، يمكن عندنا يعني هقول لحضراتكم سريعا النتائج. الدوري الانجليزي برايتون وفولهام 2-2 وكريستال بالاس وساوثهامبتون 2-0 لساوثهامبتون، اما تشيلسي وبورنموث 2-0 لتشيلسي، وويست هام وولفرهامبتون 1-0. وولفرهامبتون ماشي كويس جدا جدا جدا، التعادل الاخير مع مانشستر سيتي والنهارده بيفوز خارج ملعبه على ملعب ويست هام اللي خسر في المباراه الاخيره امام فريق ارسنال. والمباراه الاخيره مانشستر سيتي امام فريق نيوكاسل ومانشستر سيتي بيفوز 2-1. اما فريق هادرسفيلد وفريق ايفرتون التعادل 1-1، ورمضان صبحي طبعا بيغيب عن المباراه. ده بالنسبه للدوري الانجليزي. الدوري اللي عندنا طبعا في الدوري الايطالي انتر كان بيلعب بولونيا، انتر فاز 3-0 على بولونيا، ويوفنتوس حاليا بيلعب مع بارما خارج ملعبه والنتيجه 1-1. مانزوكيتش تقدم ليوفنتوس في الدقيقه 2، بعديها جيرفينيو لاعب روما السابق، كلنا اكيد عارفينه اللاعب الايفواري، بيحرز هدف التعادل في الدقيقه 33. ما فيش شك طبعا انه رونالدو موجود في التشكيله الرئيسيه ليوفنتوس، لكن مانزوكيتش لثاني مباراه ليه على التوالي ينجح انه يجيب هدف لفريقه. نروح للدوري الاسباني والملكي، فريق ريال مدريد 1-1 مع ليجانيس. ريال مدريد الهدف الاول جاريث بيل احرزه في الدقيقه 17، بعديها بخمس دقائق في الدقيقه 24 او بست دقائق طبعا فريق ليجانيس بينجح انه يجيب هدف التعادل عن طريق ركله جزاء. هنتابع معاكم لحد نهايه الحلقه كل نتائج مباراه اليوفنتوس بتتلعب دلوقتي، هنقول لحضراتكم دقيقه بدقيقه لحظه بلحظه نتيجه المباراه، ايضا مباراه ريال مدريد. اكيد طبعا دوريات قويه جدا بكره، كمان هيكون في لقاءات اقوى بكره، برشلونه هيلعب في الدوري الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، ايضا عندنا بكره ارسنال هيلاعب كارديف سيتي على ملعب كارديف سيتي، بيرنلي هيستضيف مانشستر يونايتد، وواتفورد امام فريق توتنهام. ده ابرز ابرز الاحداث او النتائج اللي موجوده في يوم السبت الخاص بالدوريات الكبرى، الدوريات العالميه اللي احنا بنستمتع بيها، وكمان هنستمتع اكتر مع بدايه دوري الابطال الاوروبي والدوري الاوروبي. القرعه اقيمت يوم الخميس في حفل في فرنسا في مدينه موناكو، واسفرت القرعه عن طبعا هنقول لحضراتكم الثمان مجموعات، لكن ابدا معاكم من البدايه، ابدا معاكم من وجود محمد صلاح مع اثنين من افضل لاعبي العالم لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، وطبعا لوكا مودريتش هو اللي حصل على جائزه افضل لاعب في العالم، لكن محمد صلاح وجوده في قاعه وسط النجوم في الصف الاول هو اللي عليه الانظار، هو مودريتش ورونالدو، ده شرف ما بعده شرف.
مذيعة تسأله بتقول له أنت كمصري ووجودك في القاعة هنا وترشيحك للجائزة، وقال لها طبعا لما يكون 100 مليون مصري أنا بمثلهم في أوروبا أو بمثلهم في الدوري الإنجليزي، ده حاجة شرف وفخر لأي لاعب أو أي بني آدم موجود في مكان محمد صلاح، فقدره أنه يكون ربنا كرمه بحب الناس دي كلها. وطبعا مش عايزين نتكلم على سلبيات محمد صلاح أو المشكلة اللي حصلت بسبب موقف اتحاد كرة القدم دايما أو في الأسبوع الماضي ده، أنا حاسس أن السلبيات خلتنا ما نشوفش إيجابيات كتير قوي 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 لمحمد صلاح في الأسبوع الماضي ده. ما شفناش تكريمه بشكل كويس جدا، ما شفناش ازاي الويفا اهتم بيه، ما شفناش ازاي محمد صلاح هو فعلا مصدر لفرحة كتير جدا من الشعب المصري وجمهور ليفربول. محمد صلاح يعني ما فيش شك ان هو اكيد حق مشروع يكون ليه طلبات طالبها، من حقه ان يتم اكيد التناقش. مش هقول لحضراتكم ان احنا يعني تنفذ 100%، بس على الاقل يبقى في كلام، وده اللي حصل في اتحاد كره القدم ان هو استجاب بنسبه 100% لكل الطلبات اللي محمد صلاح طلبها. ليه استجاب ليها؟ علشان محمد صلاح مصري يهمه منتخب مصر، ويهمه اكيد ان هو زي ما هو رافع شان ليفربول عالميا وفي الدوري الانجليزي ان هو يرفع شان مصر في افريقيا وفي العالم كله. وهم عارفين ان محمد صلاح اكيد اكيد هو خايف على منتخب مصر وخايف على مصلحه اللعيبه، وبالتالي الطلبات اللي هو طالبها هو في صالح المنتخب اولا ثم اللعيبه ثم محمد صلاح. ده اللي احنا عارفينه عن محمد صلاح. نروح بقى لحضراتكم بسرعه عشان الوقت بيجري مننا، ومعانا حاجات كتيره جدا جدا عايزين نعرضها لحضراتكم وعايزينها تشوفوها طبعا، يعني ان شاء الله مش هتشوفوها غير في قناه النادي الاهلي وبالاخص برنامج الاهلي الليله. طبعا كان في افضل ثلاث لعيبه هو ما هم مودر. لسه مكملين معاكم، لكن قبل ما نروح لاختيار الافضل لاعب هنروح لواحد من الصحفيين الروس اللي كانوا موجودين في حفل اختيار افضل لاعب في اوروبا وايضا في اجراء قرعه دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي عشان نساله وناخد رايه في اقوى المجموعات ومين الفرق اللي ممكن تعمل مفاجاه وتوصل لدور ال 16، وهو اليكس بوبروف الصحفي الروسي في جريده الروسيه. Mr. Alex, it's a pleasure to having you on the Ahli channel. How are you? Good evening. Thank you. And you? Yeah, everything's good. Thank you so much. Of course, you were there in the draw of the Champions League and Europa League. And of course, you were there and you saw the Egyptian king, Mohamed Salah, and Luka Modric. And he was the best player in Europe. Do you think Luka Modric deserved to be the best player in Europe? Despite Jorge Mendes spoke in the press and he said Cristiano Ronaldo was the best. Well, first of all, I should explain the procedure. Yes. How the best player is chosen. Yes. There were 80 coaches of Champions League and Europa League clubs voting, and there were 55 journalists from 55 UEFA members voting, giving their votes for any players they wanted. Yes. So it means 135 people all together have given their votes. So that's the choice of these people, including me. I voted on behalf of Russia, on behalf of Sports Express. We are participants of this voting for many, many years. So I know what Jorge Mendes said. He said it was kind of scandal because yes. Ronaldo deserves to be the best. But it was not the decision of Alexander Čeferin, the UEFA president, or the decision of Florentino Perez, the Real Madrid president. It was the decision, I repeat, of 135 people. Yes. That voted. Some people voted for Ronaldo, some people voted for Modric, some people voted for Salah, some people voted for De Bruyne or Eden Hazard or Sergio Ramos. But in overall, when they sum up the votes, it was announced that Luka Modric got
got this prize. Yes. So I think it's objective decision of many specialists. Yes, yes. I will translate first and I'll be back to you. سألته طبعا في البداية هو واحد من الصحفيين الروس اللي كانوا موجودين في حفل القرعة وحفل أفضل لاعب في أوروبا. قلت له هل لوكا مودريتش يستحق أن يكون أفضل لاعب في أوروبا؟ وكمان تصريح لخورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو صرح وقال أن رونالدو هو اللي يستحق يكون أفضل لاعب في أوروبا. قال لي كان في 80 مدرب من اللي شاركوا في الدوريات الأوروبية بشكل عام، وكان في 55 صحفي، فبالتالي 135 شخص ليهم حق التصويت. فبالتالي الجائزة اللي لوكا مودريتش حققها كانت بعد تصويت 135 شخص قالوا رأيهم في مين هو اللي يستحق جائزة أفضل لاعب في أوروبا. الموضوع ما كانش ليه علاقة لا ريال مدريد ولا يوفنتوس ولا فلورنتينو بيريز ولا حتى رئيس الاتحاد الأوروبي شخصيا. What do you think about... Sorry, I will continue. I would like to say a few more words. Yes, of course. It was unpleasant to realize that Cristiano was not coming. Yes. Just on Thursday morning, we were told that all three nominants were coming to Monaco to participate in the ceremony. But then when the ceremony started, I saw that there are only two places in the front row occupied by Salah, yes, and by Modric, who was sitting not on his place, but who was sitting on Cristiano Ronaldo's place, because you see there are signs where it's written Modric or Cristiano, so it was obvious that one seat was empty. Yes, we saw. Was supposed to be occupied by Cristiano. Yes. And then everybody realized he didn't come to Monaco. And I think it's not right. First of all, it happened before with our Portuguese star. He didn't arrive in Monaco, if I'm not mistaken, in Monaco once when he realized that he was not a winner. So this time it happened again. Same. Yes, so do you see it, Mr. Alexis, disrespect for the audience, disrespect for everyone, that Ronaldo, every time when he hear that he's not nominated or not the winner, that he misses the ceremony and he misses the party? I think it's a kind of disrespect, because, for example, I suppose Mohamed Salah realized that he was not the winner. But he still came to Monaco. Yes. He was there. He participated in the ceremony. That's what respectful for everyone. Yeah, that's respectful. Yes. Yeah. Yes. Can بنتكلم على do you want to say anything else or I will translate? I will translate to the people. So طبعا كان بيتكلم في حتة عدم حضور رونالدو للجائزة. هو عارف ان هو مش هياخد الجائزة زي ما احنا شفنا. هو بيقول احنا شفنا في مقعد خالي لرونالدو. لكن سألته هل ده تعتقد ان هو في قلة احترام او في عدم احترام او في عدم احترافية من رونالدو تجاه الاتحاد الاوروبي؟ هو قال لي كمان مش اول مرة تحصل. هو لما بيعرف ان في جائزة هو مش هياخدها او مش هو اللي هيحصل على اللقب الافضل فيها بيغيب عنها، غاب في حفلة قبل كده، وبالتالي هو بينتقد موقف عدم حضور رونالدو الى الحفل. I will take you to the draw of the Champions League. It's very strong. Sorry. Few more things. Yes. And about Ronaldo. And anyway, Ronaldo was supposed to get awards for the best goal Champions League. Yes, against Juventus. Yes. And best striker. Yes, true. So he could come and get these awards and it would be just great. But he didn't. Yes. And if you talk about Modric, I think he deserved this prize because he was also a member of Real Madrid team that won the Champions League. Yes. And he played quite well. He was one of the leading players.
And the same concerns the Croatian national team. Yes. Modric did a lot to bring his team to the final of the World Cup. And Ronaldo didn't do that with Portugal. So that's why Modric is the best player in Europe. Yeah, I think that's what people thought, people who voted for Modric. That's their logic. Yes, yes. And Modric got over 300 points, and Cristiano got only 200 something points. Yes. So I think it's objective. I will take you very fast to the Champions League groups. We have a very strong groups. For an example, Group B: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter, Nacional. So do you think? It's very strong. I know that maybe it's the strongest group. Do you agree with me or you have another opinion? Look, I didn't analyze that thoroughly. But I think most of the groups are more or less strong, except for probably the group with Lokomotiv. I think that group was... Yes. It's easy group. We have two groups are very easy. Group D, Lokomotiv Moscow, Porto, Schalke, Galatasaray, and Group F, Manchester City, Shakhtar, Lyon, and Hoffenheim. I think that's two groups. Yeah, they are the only easy groups. Otherwise, easy groups. The six other one is very hard. Yeah, I agree. Mohamed Salah, do you think he will have a chance next season or this season to do more with Liverpool in the Champions League, and he can win one of two prizes, FIFA the best or Ballon d'Or, or his chances is low? I'm sure he will have more chances with Liverpool because Liverpool is getting better and better every season. Yes. I can't say anything about Ballon d'Or or yes. Next year. But maybe, Mr. Alex, you have some exclusive news. You don't want to say it. Maybe you can say it here in Egypt on Al Ahly channel. We can say it about your character or what you can say it here. It will be exclusive to us also. No, I don't have any. I mean, I'm sure Liverpool, with Jurgen Klopp and yes. Mo Salah, they will play better, and they will, I'm sure they will get some trophies in this season. But I don't know about Ballon d'Or yes. or FIFA the best. I don't have any news or any hints. I just don't know. Yes. Mr. Alex, thank you so much for your time, and of course we will have you again on Al Ahly TV. Thank you so much. سألت طبعا في يعني سؤال خاص بالقرعة، تفتكر المجموعات الثمانية ايه هم اقوى مجموعات او هم اضعف مجموعات؟ قال لي كل المجموعات قوية ما عدا مجموعة دي ومجموعة اف، زي ما قلت لحضراتكم اللي فيها لوكوموتيف موسكو وبورتو وشالكة وجلاتا سراي، ايضا جروب اف مانشستر سيتي وشختار دونستيك وليون وهوفنهايم. اقول لحضراتكم سريعا المجموعات من المجموعة الأولى حتى المجموعة الثامنة. المجموعة الأولى أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وموناكو وكلوب روج. المجموعة الثانية برشلونة وتوتنهام وبي اس في وانتر ميلان الإيطالي، مجموعة ضرب نار. جروب سي، جروب الثالث باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول وفريق كريفينا إزفيدارا، وبالتالي يعني مجموعة صعبة جدا. كريفينا إزفيدارا فريق هيبقى يمكن ده الفريق الوحيد اللي هيبقى بعيد تماما عن المنافسة، لكن ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان هم دول اللي هيبقى عليهم مين اللي هيصعد لدوري الأبطال لدورة 16، وأيضا مين اللي هيكون موجود في اليوروبا ليج. إن شاء الله نتمنى ليفربول إن هو يكون موجود. المجموعة الرابعة لوكوموتيف موسكو وبورتو وشالكة وغلاطة السراي. المجموعة الخامسة بايرن ميونخ وبنفيكا وأياكس وأيك. مجموعة الستة مانشستر سيتي وشختار دونتسك وليون وهوفنهايم. المجموعة السابعة ريال مدريد وروما وسيسكا موسكو وفريق بالزن. المجموعة الثامنة يوفنتوس ومانشستر يونايتد وفالنسيا ويانج بويز السويسري. مجموعة صعبة جدا. نرجع تاني لفيديوهاتنا سريعا ونشوف اختيار لوكا مودريتش لأفضل لاعب في أوروبا.
ورونالدو اللاعب الثاني وصلاح في المركز الثالث. تعالوا نشوف مودريتش نرجع نكمل مع حضرتك. مش هينفع نتابع معاكم مين هم افضل 11 لاعب اللي يويفا اختارتهم للاختيار افضل 11 لاعب موجودين في تشكيله منتخب اليويفا من بدايه من حارس المرمى وحتى راس الحربة. تعالوا نشوف مين هم افضل 11 لاعب تم اختيارهم من قبل الاتحاد الاوروبي ونرجع نكمل معاكم او نختم معاكم حلقتنا من الاهلي. وصلنا ايضا معاكم لنهايه حلقه الاهلي الليله اللي كنا معاكم من الساعه 7 وحتى الساعه 10. كان معايا طبعا وبشكره الاستاذ ايهاب الخطيب وايضا زميلي العزيز محمد سعيد واخيرا الاستاذ شريف فؤاد. بشكركم شكرا جزيلا. نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من الأهلي الليلة. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.